انر نيورو سنسيتيف كود اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، اللي هو الريتنا. الاوتر كود طبعا اللي هي الكورني والسكليرا، والميدل كود اللي هي اليوفيا اللي هي تتكون من الكرويد والسيلياري بودي اند ايريس، واخيرا الانر كود اللي هو الريتنا. الريتنا بتتكون من حاجتين اساسيتين، في البوستيريور بول وفي الريتنال بريفري. المفروض البوستيريور بول بيبقى فيه اساسي اللي فيها الماكولا اليوتيه اللي هي 5 مليمتر في السنتر بتاع الماكولا، والسنتر بتاعها موجود فيه حاجه اسمها الفوفيا سنتراليس 1 ديسك دايمتر اللي هي 1.5 مليمتر. طبعا الماكولا الاساسي فيها الفوتو ريسبتورز الموجوده فيها الكونز، عشان كده هي مسؤوله عن الفيجوال اكيوتي ومسؤوله عن الكالر فيجن. وبالتالي اي ديزيز هيأفكت البوستيريور بول وبالذات الماكولا هيعمل فيجوال اكيوتي افكشن. الريتنال بريفري بنكستند من اول الفاسكولار اركيدز اللي احنا هنقولها حالا لحد الاورا سيباتا قدام خالص. الريتنال بريفري الفوتو ريسبتورز الاساسي اللي موجود فيها هي الرودز، وبالتالي وظيفتها حاجتين، البريفرال فيلد اوف فيجن، وتاني حاجه وظيفتها الفيجن اثناء الليل اللي هي النايت فيجن، واخيرا ممكن برضو مع الموفمنت في خلال الفيجوال فيلد. وبالتالي الافكشن اوف ريتينال بريفري السيمبتومز بتاعته هتبقى فيجوال فيلد ديفكت، او ممكن افكشن للنايت فيجن. فيجوال فيلد ديفكت كما في حالات الريتينال ديتاتشمنت، او الافكشن اوف نايت فيجن كما في حالات الريتينايتس بيجمنتوزا زي ما هنقول برضو حالا ان شاء الله. المفروض الماكيولا متقسمه كده اناتوميكالي، انا بصيت على قاع العين هلاقي الاوبتيك نيرف ديسك دايمتر حوالي 1.5 مليمتر، والماكيولا السنتر بتاعها بيبعد عن الاوبتيك نيرف حوالي 2 ديسك دايمتر يعني حوالي 3 مليمتر. لو قسمنا الماكيولا هيسموها الماكيولا اليوتيه لان فيها زامسوفيل بيجمنت، ويكون الدايمتر بتاع السنتر بتاعها اللي هي الفوفيه 1.5 مللي، متحوطه بحاجه اسمها البارا فوفيه، وحواليها حته اسمها البيري فوفيه. كل المنطقه كلها على بعضها اسمها الماكيولا، والدايمتر بتاعها 5.5 مليمتر. اللايرز بتاعت الريتنا هيستولوجيكالي بتتكون من 10 لايرز، دايما احنا بنحب نقول عليهم 9 زائد 1، لان التسعه لايرز الداخليين دول بيجوا من امبريونيك اوريجين، مختلف عن الواحد اللي هو ريتنال بيجمنت ايبيثيليوم. لو خدناها نلاقي ريتنال بيجمنت ايبيثيليوم، بعد كده الفوتو ريسبتور اللي هي رودز او كونز، بعد كده اكسترنال ليميتنج ميمبرين، بعد كده اوتر نيوكليير لاير، بعد كده اوتر بليكزي فورم لاير، بعد كده انر نيوكليير لاير، بعد كده انر بليكزي فورم لاير، بعد كده جانجليون سيل لاير، واخيرا النيرف فايبر لاير اللي هي الفايبرز بتاعتها بتكون الاوبتيك نيرف، وجوه خالص في حاجه اسمها الانترنال ليميتنج ميمبرين. لو عدناهم هنلاقيهم 9 لايرز، والصوره اللي بعدها اوضح شويه للطبقات، من اول الريتينال بيجمنت ايبيثيليوم، بعد كده الفوتو ريسبتور. الفوتو ريسبتور سواء الرودز اللي هي دي او الكونز متصله بالاوتر نيوكليير لاير، وما بينهم في حاجه اسمها الاكسترنال ليميتنج ميمبرين. الاكسترنال ليميتنج ميمبرين ده عباره عن الفوت بليتس بتاعت المولر سيل. بعد كده اوتر نيوكليير لاير عباره عن السيل بودز بتاعت الفوتو ريسبتور. بعد كده الاوتر بليكسي فورم لاير ديت سينابس بتوين ذا اوتر نيوكليير لاير اند انر نيوكليير لاير. الانر نيوكليير لاير تحتوي على السيل بودز بتاعت البايبولر سيل، الخلايا اللي هي ثنائيه القطب، لها قطب داخلي وقطب خارجي، عباره عن وصل. الخلايا دي عباره عن وصل، ومعاها كمان خلايا اسمها المولر سيل، عباره عن استراكتيف سيلز موجوده في الريتنا بتحافظ على تكوين الريتنا، اللي هي المولر سيلز بيكون واحد واقف وفارد دراعاته فوق وفارد رجليه تحت ماسك الريتنا من اولها لاخرها اسمها المولر سيل. في كمان خلايا اسمها هوريزونتال اند اماكرين سيلز برضو سبورتيف سيلز للريتنا، زي جلايال تيشو للريتنا ماسكها في قلب بعضها. بعد كده انر بليكزي فورم لاير عباره عن سينابس بتوين ذا انر نيوكليير لاير اند جانجليون سيل لاير. الجانجليون سيل لاير دي تعتبر الفيرست اوردر نيرون بتاع الفيجوال باسوي، والفوتو اللي هو عباره عن زي الدندرايت، الخلايا العصبيه لها اند ناحيه متصله بالانر نيوكليير لاير، والاند الثانيه بتاعتها عباره عن الاكسونز بتاعتها مكونه النيرف فايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف، واخيرا خالص الانترنال ليميتنج ميمبرين معمول برضو بالنهايات المولر سيلز اللي هم ماسكين في قلب بعضه. في بس حاجه مهمه، الفوفيا سنتراليز او الفوفيا المنطقه بتاعت مركز الابصار بتتكون من 3 لايرز اونلي زي ما موجود في الصوره، الريتنال بيجمنت ابيثيليوم والفوتو ريسبتورز معمل لهم بوينج كده متباعدين عن بعض شويه عشان يعملوا الدبريشن بتاع الفوفيا، واخيرا الانترنال ليميتنج ميمبرين. اذا الفوفيا بتتكون من 3 لايرز بس،
ريتينال بيجمنت بيصير الفوتوريسبتور والانترنال ليميتنج ممبرين، عشان كده بيكون ممكن يكون لونها غامق شويه عشان الريفليكشن بتاع الكورويد بيبان من تحتها اللون الاحمر شويه بتاع الكورويد، فهيبان ان لونها غامق شويه عن باقي الريتنا اللي بتبان لونها بينك. البلود سبلاي بتاع الريتنا مهم شويه في اللي احنا قلنا عليهم 10 لايرز، الاوتر 5 لايرز الخارجيين بيحصل لهم بلود سبلاي من الكوريو كابيلاريز عن طريق الديفيوجن، والانر 5 لايرز بيحصل لهم بلود سبلاي عن طريق السنترال ريتنال ارتري اللي هو البرانش من الاوفسالميك ارتري اللي هو برانش من الانترنال كاروتيد ارتري اللي جاي من الكومن كاروتيد ارتري اللي جاي من الاورطه. كل سنترال ريتنال ارتري بينقسم الى ابر برانش ولور برانش، وكل برانش بينقسم الى تيمبورال اند نيزل اركيدز. الاوتر 5 لايرز بيحصل لهم بلود سبلاي عن طريق الكورويد، ولذلك لو حصل سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن زي ما هنقول كمان شويه تبقى اللايرز بتاعت الريتنا اللي هيحصل لها افكشن اللي هو الانر 5 لايرز، وبالتالي الاوتر 5 لايرز بتاعت الريتنا هتكون شغاله عادي خالص. بس المشكله ان الاوتر 5 لايرز اللي شغالين في حالات السنترال ريتنال ارتري اوكلوجن مش هيتوصلوا بالاوبتيك نيرف لان الانر 5 لايرز ماتت خلاص، فبرضه هيحصل حاجه اسمها يعني السيفير افكشن اوف فيجن اب تو نو بيرسبشن اوف لايت. الفينوس درينج بتاع الريتنا هم بس كاتبين لحضرتك كومنت ان الصور تقريبا مش واضحه بالنسبه لهم او ما بتقلبش، فممكن تسالهم هم يردوا عليك على طول. الصور معاكم، الصور ماشيه كده ولا لا؟ الصور بتتقلب؟ يا دكتور معلش ثانيه، طب ثانيه واحده. الداتا بتبقى ايه؟ الصوت مش واضح، صور السلايد لا. طب هي على فكرة انا الصور عندي، طب كده الصور موجودة؟ طب ثانية. تمام كده الصور، المفروض الصور شغاله يعني. احنا كده دلوقتي بنتكلم عن البلاد سبلاي بتاع الريتنا، انا مقرب من اللاب يعني، لو برضو لو الصوت مش طب واضح. معلش معلش يا دكتور، ممكن بسرعه كده تعمل ريفيجن للكام سلايد من الاول عشان هم ما شافوش حاجه. حاضر حاضر حاضر. طب حضرتك هي الصور بتقلب عند حضرتك يا دكتور عبد المنعم؟ مش هي كانت بتقلب عند، طب بس كده قلبت قبل كده ما كانتش طب بتقلب. طيب يعني احنا دلوقتي، طب كده دلوقتي احنا بتقلب صح؟ كده حضرتك شايفها بتقلب؟ بس بتقلب كده بتقلب صح؟ تمام بتقلب. احنا دلوقتي اتكلمنا عن احنا البوستيريور بول يعني كده البوستير، تمام واضح الصوت واضح. البوستيريور بول والريتينال بريفلي. البوستيريور بول زي ما قلنا يحتوي على الكونز، وظيفته الفيجوال اكيوتي والكالر فيجن، عشان كده لما مرض يسيب البوستيريور بول هيحصل افكشن للفيجوال اكيوتي، انما الريتينال بريفري تحتوي على الرودز اساسا، وبالتالي وظيفه الرودز مسؤوله عن النايت فيجن والبريفرال فيجن والفيلد اوف فيجن، فلما يحصل افكشن للريتينال بريفري هيحصل افكشن اكتر للفيجوال فيلد، يحصل فيجوال فيلد ديفكت او ممكن يحصل افكشن للنايت فيجن زي في حالات الريتينايتس بيجمنتوزا. دي تقسيمه الماكيولا زي ما قلنا، واللايرز بتاعت الريتينا الريتينال بيجمنت ايثيليوم الفوتو ريسبتور اكسترنال ليميتنج ممبرين اوتر نيوكلير اند اوتر بليكسي فورم انر نيوكلير اند انر بليكسي فورم جانجليون سيل لاير نيرف فايبر لاير واخيرا الانترنال ليميتنج ممبرين. انا برضو في الاخر يا فندم هبقى يعني هبعت لحضرتك البرزنتيشن كلها وحضرتك تبعتها يعني برضو مع الفويس يعني. اللايرز بتاعت الفوفيه زي ما قلنا بتتكون من ثلاث طبقات بس، الريتينال بيجمنت ايبيثيليوم والفوتو ريسبتور والانترنال ليميتنج ممبرين. زي ما احنا شايفين يعني الفوفيه مثلا على سبيل المثال كلها بتتغذى اللي هي الفوتو ريسبتور والريتينال ليميتنج ايبيثيليوم عن طريق الكوريو كابيلاريز، ولكن لو حصل لحد سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن واتقفل هنلاقي برضه مع ذلك انه مش هيشوف. ليه؟ لان الانر 5 لايرز اللي هي متصله بقى بالفوفيه
اللي هي من اول الانر نيوكلير والانر بيزي فورم وجانجلو سيليا ونير فايبر لير الانترنال ميتنج ميمبرين كلها بتتغذى عن طريق سنتر ريتنال الارتري، وبالتالي لما قطعنا البلاد سبلاي عليها فكاننا فصلنا الفيشه، فبرضه هيحصل لوس اوف فيجن. احنا قلنا البلاد سبلاي اوتر 5 لايرز باي كوريو كابيلاريز والانر 5 لايرز باي سنترال ريتنال ارتري. في حته برضه مهمه يعني ابلايد يعني بالنسبه للريتنا الفينوس درينج بتاعها بيحصل لها درينج عن طريق السنترال ريتينال فين. اسالهم تمام برضه بسالهم يا فندم عشان اتاكد ان السلايد بتقلب ان شاء الله. تمام كده كله تمام باذن الله. بالنسبه الفينوس درينج عن طريق السنترال ريتينال فين بيحصل له اناستوموزس للكافيرنا الساينس عن طريق الاوفسالميك فين، عندنا سوبيريور اوفسالميك فين والانفيريور اوفسالميك فين بيعدوا في سوبيريور اوربيتال فيشر اتاتشد قدام خالص بحاجه اسمها انجولار فين، ويعدي عن طريق سوبيريور اوفسالميك فين وانفيريور اوفسالميك فين عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر لحد ما يوصل للكافيرنا الساينس. لذلك المنطقه اللي هي حوالين النوز وحوالين الاي اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس تراينجولار اريا حوالين الفيس. لما واحد حصل له بيحصل له مثلا اوربيتال سيلولايتس او انفلاميشن داخل العين بيحصل سبريد للانفكشن عن طريق الاوفسالميك فينز دي لحد ما توصل للكافيرنا ساينس، ممكن اب تو كافيرنا ساينس ثرومبوزس اند ديس. الميثودز اوف فاندس اكزامينشن، اول طريقه اللي هي الاندايركت اوفسالموسكوب زي ما الدكتور لابس الهيد ماونت ديفايس على راسه وماسك عدسه الباور بتاعتها بلس 20 دايوبتر وفي كمان بلس 28 دايوبتر، العدسه دي بتورينا صوره قاع العين. الطريقه دي لها مميزات ولها عيوب. مميزاتها انها ان الدكتور والبيشنت بيبقوا بعاد عن بعض مسافه طول الاكستنشن بتاع الارم، يعني انا ببقى بعيد عن العيان. وتاني ميزه لها انها بتكون باينوكيولار ميثود بيشوف بعينين الاثنين. ثالث ميزه ان الفيلد بيكون واسع والماجنيفيكيشن، لان الماجنيفيكيشن بيكون اقل من 3 ل 5 مرات. وميزتها كمان انها باينوكيولار ميثود. مشكلتها الوحيده ان الصوره بتكون انفيرتد، يعني لما بشوف قاع العين بشوف الاب سايد داون والرايت ليفت في كل عين. تاني طريقه اللي اسمها دايركت اوفثالموسكوب لها مميزات ولها عيوب ولكن عيوبها اكتر شويه، ان المشكله ان يكون المسافه بين الدكتور والعيان زي ما هو باين في الصوره كده فيري سمول ديستانس، ممكن 3 ونص مللي، يعني انا بين الدكتور وبين الديفايس واحد حوالي 1.5 او 1.7، وبين الديفايس وبين البيشنت برضه 1.7 مللي، مسافه صغيره جدا. فدي مشكلتها. بكون قريب من العين طبعا ممكن انقل انفكشن او حاجه. تاني مشكله ان الصوره بتكون الفيلد الماجنيفيكيشن حوالي 15 مره، فالفيلد اوف فيجن بيكون صغير خالص، ممكن اشوف الماكرو والاوبتيك نيرف بالعافيه. برضه يعني في نقطه مهمه ان انا لما اجي افحص عيان بالدايركت اوفثالموسكوب بيكون ويز ماي رايت هاند كاتشنج ذا ديفايس ماي رايت اي اكزامينينج هيز اور هير رايت اي، يعني عيني اليمين وعينه اليمين بايدي اليمين. لما اجي افحص عينه الشمال يبقى انا ماسك الديفايس بايدي الشمال وابص بعيني الشمال على عين البيشنت الشمال. مميزاتها طبعا زي ما قلنا انها اعتقد الميزه الوحيده بتاعت انها اب رايت ايمج، وبرده مهمه شويه في الحالات اللي هي البيد ريدن بحيث اشوف قاع العين. الماجنيفيكيشن طبعا اكتر 15 مره وبالتالي الفيلد اوف فيجن بيكون صغير خالص، وهي برده من عيوبها انها يوني اوكيولار ميثود. ثالث طريقه اسمها سليت لامب بايو مايكروسكوبي، طبعا السليت لامب اللي هو المصباح الشوكي اللي احنا بنفحص بيه العين لحد انتيريور وان ثيرد اوف فيترس، يعني انا بشوف بالسليت لامب من غير العدسه اللي في ايد الدكتوره دي لحد الانتيريور وان ثيرد اوف فيترس ده بالسليت لامب. طب انا عايز اشوف ابعد من كده فبمسك عدسه في ايدي سواء عدسه 90 او 78 او حتى 120 دايوبتر بستخدمها في ايدي وبفحص قاع العين. برضو الطريقه دي لها مميزات، اهم مميزاتها انها باي نوكيولار ميثود، ان الدكتور شايف بعينين الاثنين، الماجنيفيكيشن بتاعها بيكون قليل وبالتالي الفيلد اوف فيجن واسع. ومميزاتها برضو ان انا بعرف افحص العين وهو قاعد قصادي بعد ما افحص الانتيريور سيجمنت. عيوبها الاساسيه انها برضو انفيرتد ايمج وما اقدرش برضو اوصل قوي للريتينال بريفري، لذلك اضطر استخدم الطريقه الاولانيه اللي هي الدايركت اوفثالموسكوب. من ضمن بعد ما يعني لما ببص على قاع العين بشوف المنظر قصادي اللي هو المنظر ده، هو ديسك الاوبتيك ديسك خارج منه سنتر ريتينال ارتي برانشات وابر برانش ولور برانش تيمبورال ونيزل اركيدز، وتحت شايف برضو التيمبورال والنيزل اركيدز،
وشايف في النص خالص المنطقه كلها اسمها الماكيولا، اللي هي متقسمه من اول الفوفيه الواحد ونص مللي، وحواليها البارا فوفيه المنطقه اللي جنبها، وبعد كده البيري فوفيه، وبعد كده الماكيولا لحد الاركيز يعني قبل الاركيز بشويه، حوالي كلها على بعضها حوالي 5.5 مللي. طبعا الفوفيه لونها اغمق شويه عشان هي بتتكون من 3 طبقات بس، فانا شايف من تحتها الكرويد، والماكيولا كلها على بعضها لونها يلو شويه عشان الزنسو فيه البيجمنت اللي قلنا عليه. طيب بالنسبه لل يعني الاوبتي ديسك كله على بعض 1.5 مللي، وبيكون بينك شويه، وفي حاجه في الديسك اسمها الاوبتيك كاب اللي احنا خدناها في شابتر الجلوكوما، اللي هو النسبه بين الحته الجزء من الديسك الداخلي، نجيب الصوره تاني، بالنسبه بين الجزء الديسك اللي ما فيهوش نيرف فايبرز والجزء اللي فيه نيرف فايبرز، هو طبيعي بتكون حوالي 0.3 يعني 3 ل 10، لو قسمت دي 10 نقط منهم 3 نقط او 30% من الديسك ما فيش فيه نيرف فايبرز، والاطراف هي اللي فيها نيرف فايبرز اللي اسمها نيورو ريتينال ريم اللي موجود. الباك جراوند بتاعتنا كله على بعض بيكون بينك شويه عشان انا شايف الريفليكشن بتاع الكورويد. طيب الانفستيجيشنز بتاعت الريتينال ديزيز عموما، هو في يعني اربع حاجات اساسيه. اول حاجه اللي هي الفاندس فلوريسين انجيوجرافي، اللي هي بنسميها الاشعه بالصبغه، ويعني طبعا في ديبيت عليها في الفتره الاخيره من ساعه ما في حاله اخذت الصبغه وحصل لها هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وماتت، فاصبح يعني الاعتماد عليها في خوف شويه، مع انها من ضمن اساسيات الانفستيجيشن في الحالات وبالذات الدايبيتك ريتينوبس. المهم الفاندس فلوريسين انجيوجرافي التكنيك بتاعتها عباره عن بحث ان صبغه اسمها سوديوم فلوريسين، التركيز بتاعها 10% انجكتد في الانتي كيوبيتال فين، وبعد كده بستخدم فاندس كاميرا، جهاز بصور بيه قاع العين. هو الفكره ان الفلوريسين في الناس الطبيعيين ما بيحصلوش، ما بيعديش عن طريق البلاد ريتينال بارير، عندنا حاجه اسمها اوتر بلاد ريتينال بارير وانر بلاد ريتينال بارير. الاوتر بلاد ريتينال بارير اللي هو التايت جنكشن بتوين ذا ريتينال بيجمنت ايبيثيريال سيل، والانر بلاد ريتينال بارير اللي هو التايت جنكشن بتوين الريتينال اندوثيريال سيلز. يبقى احنا عندنا انر وعندنا اوتر، والصبغه ما بتعديش منهم هما الاثنين، فهي بالتالي الصبغه دي هترسم لي الريتينال بلاد فيسلز سواء الارتري والفين، وهتعمل ريفليكشن تحت ريتنال بيجمنت ايبيثيليوم عن طريق الكورويد، بس هتبقى صوره باهته شويه عن صوره الريتنال بلود فيسل زي ما نشوفها حالا اهو. ده قاع العين صورته طبيعيه لو انا بصيت بالدايركت او الاندايركت اوف سيرموسكوب. طب انا لو صورت وحقنت صبغه في العين هلاقي الصبغه ماشيه رسمه الريتنال بلود فيسلز ومديه ريفليكشن من الكورويد ثرو ذا ريتنال بيجمنت ايبيثيليوم. ايه اللي منع ان الصبغه دي تنتشر في قلب الريتنا؟ ان زي ما قلنا البلاد ريتينال بارير سواء الاوتر والانر، وبالتالي اي ديزيز هي افكت اوتر بلاد ريتينال بارير او هي افكت الانر بلاد ريتينال بارير هيخلي الصبغه تنتشر ويحصل لها ليكج، وبالتالي اقدر القط الديزيز الموجود اعرف سببه واعرف اعالجه لو له علاج يعني. طيب ومشكله برضو الصبغه ديت انها ملهاش تيست، ملهاش هايبر سنسيتيفيتي تيست، يعني كل مره كل واحد ونصيبه بقى، فبالتالي بقوا يخافوا يعملوها شويه، بس هي طبعا مهمه جدا. الانديكيشن بتاعتها زي ما قلنا الدايابيتك ريتينوباسي، سنتر ريتنال ارتري اند فين اوكلوجن، الهايبر تنسيف ريتينوباسي، الحاجات دي الثلاث حاجات الاولين دولت افكت الانر بلاد ريتنال بارير، واخيرا الويت ايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن اللي هي الكورويدال نيو فاسكولاريزيشن ديت بتافكت الاوتر بلاد ريتنال بارير اللي هي الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم، وبالتالي اعمل لهم انفستيجيشن بالفاندس فلوريسين انجيوغرافي. بعد كده في حاجه اسمها اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، اشعه مقطعيه على طبقات العين، دي تاني طريقه انفستيجيشن وفيري ات از نوت انفيزيف، اصلا مش زي الفلوريسين انجيوغرافي انفيزيف، الطريقه دي نون انفيزيف ميثود، لها مميزات ولها عيوب. ديت طبعا زي الاشعه المقطعيه اللي بتتعمل على المخ مثلا، بس الطريقه ديت انها بتتعمل على طبقات الشبكيه. تمام كده معايا يا فندم وحضرتك؟ انا هسالهم برضه. تمام. بالنسبه لل انا معاك واحده واحده اهو معلش. النورمال او سي تي اللي هي حاجه اسمها اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، ديت طريقه انها تصوير مقطعي لطبقات الشبكيه، بشوف فيها طبقات الشبكيه، لها مميزات ولها عيوب. مميزاتها الاساسيه انها نون انفيزيف ميثود، اقدر اعملها بسهوله جدا،
بصور طبقات الشبكيه، وده بيستخدم طبعا هو التراسونيك ريفليكشن، يعني بعمل التراسونيك ويفز بتعدي على ريتنا وبعد كده ترجع لي تاني، بعد كده ابدا القطها، بستخدمها في الحالات هو بيصور حوالي يعني جزء صغير خالص من الريتنا، 8 ممكن اب تو 12 مللي، اقل من كده كمان من الريتنا، وبالتالي اهم منطقه عندي بقدر اصورها المنطقه بتاعت الاوبتيك نيرف والمنطقه بتاعت الماكيولا، بيوريني اللايرز بتاعت الريتنا، ممكن يرسمها سواء صوره ابيض واسود زي كده زي على الشمال، او صوره الوان زي على اليمين. ولو احنا خدنا كده ادي ديت الريتنا البيجمنت ابيثيليوم، بعد كده منطقه الفوتو ريسيتور، بعد كده الاكسترنال ليميتنج ميمبرين، بعد كده الاوتر نيوكلير اوتر بيزي فورم انر نيوكلير بيزي فورم نيرف فايبر لير، المنطقه الغامقه دي، واخيرا الانترنال ليميتنج ميمبرين الحته الخضراء الصغيره، وبتتجمع على طول هنا في الاوبتيك نيرف اللي هي المنطقه اللي على اليمين دي. طيب اساسي 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 في الديزيز بتاعت البوستيريور بول، مش هتفرق لي قوي في الريتنال بريفري، لان اصلا الاو سي تي مش هيعرف يصور الريتنال بريفري، بالتالي الانديكيشن بتاعته في حالات السيستويد ماكيولار اديما، حالات الماكيولار هول، لو في ديزيز في النيرف فايبر لاير، في حالات برضو الويت والدراي ايدج ريتنال ماكيولار ديجنريشن، في مشكله في الريتنال بيجمنت ايثيليوم، وبالتالي حصل ان الفيسلز بتاعت الكرويد بدات تخش في الريتنا، ابدا القطها بالاو سي تي. تالت طريق حاجه اسمها بي سكان الترا ساوند، يعتبر سونار زي السونار بتاع الجاينيكولوجي بالظبط، بس ده سونار بيتحط على العين وبالتالي بيوريني الشبكيه ورا وبيوريني البوستيريور سيجمنت بتاعت العين. طب امتى استخدمه؟ لو في ميديا اوباستي مخلياني ما اعرفش افحص قاع العين، كما في حالات الدنس كاتراكت او الدنس فيتراس هيموريج، او في حالات لو في حاجه في قاع العين شايفها ومش عارف ابعادها زي الانترا اوكيولار تيومرز، ابدا اصورها بالبي سكان الترا ساوند عشان اشوف هل في مشكلة ولا مفيش، هل هو تيومر اصلا او هيماتوما مثلا او هيمنجيوما او حاجة من الحاجات ديت، فببدأ اعمل البي سكان الترا ساوند. واخيرا في حالات الريتنال ديتاتشمنت دي كحاجة ميديكو ليجر، يعني حاجة مهمة شوية ان انا لو حد عنده ريتنال ديتاتشمنت فاعمل له ميديكو ليجر، انا اعمل له بي سكان قبل اعمل له العملية عشان اثبت ان هو اصلا كان عنده انفصال. دوت دي صورة البي سكان الترا ساوند، دوت البروب، بروب عامل زي القلم تخين شويه كده، والشخص طبعا البيشنت بيكون مغمض، وابدا اصور قاع العين كلها على بعضها بالمنظر ده، تكون صوره ابيض واسود. اخيرا في حاجه بقى اسمها الكتروفيسيولوجيكال ستاديز، عباره عن ده تصوير زي رسم القلب، بقى انا بنشبه كل حاجه بحاجه عشان نبقى فاهمين اكتر، زي رسم القلب عباره عن الكترودز بتتحط سواء جنب العين او داخل العين من جوه، او بتتحط على الاوكسيبيتال كورتكس من ورا، يعني في حالات الاي او جي الالكترودز دي بتتحط جنب العين، والاي ار جي برضو، انما في حالات الفيجوال ايفوكت بوتنشال اسمها فيجوال ايفوكت كورتيكال بوتنشال، بتحط الكترود عند العين والكترود تاني عند الاوكسيبيتال كورتكس عشان اشوف هل الفيجوال باثوي اصلا شغال ولا مش شغال. امتى بستخدم الالكتروفيسيولوجيكال ستاديز ديت؟ اساسي بستخدمه يعني هو بيطلع لي طبعا اوت برنت زي ده كده، بيطلع صوره زي صوره رسم القلب. بستخدمه امتى؟ بستخدمه لو مالينجرنج بيشنت، يعني عيان بيقول انا مش شايف، اقوم اعمل له الكتروفيسيولوجي هل قطال هو شايف ولا لا. طب تاني حاجه لو في انكس بليند دروب اوف فيجن، يعني عيان مش شايف وانا مش شايف اي حاجه في عينه، عينه سليم، ابدا بقى اشوف الفيجوال باث واي في مشكله، ابدا اعمل له الموضوع ده الكتروفيسيولوجي. او في الانكو اوبرتيف بيشنت، يعني بالذات الاطفال، يعني عيل صغير مثلا يجي لكم، هل الطفل ده شايف ولا مش شايف، فبقوم بعمله الالكتروفيسيولوجي. لو الكهرباء شغاله يبقى معناها انه عينه سليمه او البصري سليم، طب لو في مشكله اعرف ان عنده مشكله واعرف اعالج. تمام، يبقى احنا كده اساسي عندنا فلورسين انجيوغرافي، وعندنا او سي تي، وعندنا بي سكان، وعندنا الكتروفيسيولوجيكال ستادز اللي احنا بنسميها اي او جي الكترو اوكيلوجرام، بالذات يعني عشان عن طريق الريتنال بيجمنت ايثيليوم يصور لي الريتنال بيجمنت ايثيليوم الكهرباء اللي فيه، اي ار جي بالذات المولر سيل او طبقات الريتنا الداخليه كلها، الفي اي بي ديت الفيجوال باسوي من اول الاوبتيك نيرف اوبتيك كيازما اوبتيك تراكت لاترال جينيكلوس بودي اوبتيك راديشن اند اوكسيبيتال كورتكس في الاخر خالص. طيب الريتنال ديزيز عموما انتوا عرفوني بس لو تمام، او لو في مشكله عرفوني يعني بعد اذنكم، لو تمام بس حد يكتب. تمام، طيب احنا دلوقتي بقى هنتكلم عن الريتنال ديزيز. الريتنال ديزيز ديت يا اما ايزر فاسكولار ديزيز او ديجنريتيف ديزيز او حاجه تشابتر لوحده ديتاتشمنت، الحاجات اللي هنتكلم عليها. الفاسكولار ديزيز اللي هي ريتينوباسي، بالذات الدايبيتك ريتينوباسي، او ريتنال بين اوكلوجن او ريتنال ارتري اوكلوجن، يبقى حاجه اثرت على البلاد فيسلز اللي ماشيه في قلب الريتن، دي اسمها الفاسكولار ديزيز اللي هنتكلم عنها. طب تاني حاجه ديجنريتيف ديزيز، الحاجات اللي بتتغذى بالبلاد فيسلز، بالتالي ايه اللي هي طبقات الريتنا،
سواء ريتنال بيجمنت ايبيثيليوم حصل فيه مشكله، او الفوتو ريسبتور، بعد كده اكسترنال ليميتنج برين، نيوكلير بليكزي فورم، انر نيوكلير بليكزي فورم، جانجلو سيلير نيرف فايبر لاير، يبقى ديجنريتيف ديجنريشن للحاجات دي بالذات. الايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن دوت بيحصل ديجنريشن في الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم، وريتنايتس بيجمنتوزا بيحصل ديجنريشن في الفوتو ريسبتورز الموجوده في الريتنا. فالاثنين دولت في السن الصغير ريتنايتس بيجمنتوزا والايدج ريليتد ماكيولار ديجنريشن اسمه بيجي في السن الكبير. طب اخر حاجه ريتنال ديتاتشمنت بقى، انفصال التسع طبقات اللي احنا قلنا عليهم عن الطبقه الاخيره اللي اسمها الايه اللي هي الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم. اول حاجه الدايبيتك ريتينوباسي، طبعا زمان كانوا بيسموها انسولين ديبندنت ونون انسولين ديبندنت دايبيتك ريتينوباسي، بس بعد كده الاسم الجديد اصبح اسمه تايب 1 اند تايب 2 دايبيتك ريتينوباسي. تايب 1 يعتمد مينلي على الانسولين، وتايب 2 يعتمد مينلي على الاورال اللي هو الهايبوجلايسيميك دراجز. لان يعني انت لو لاحظتوا بعض الناس اللي عندهم تايب 2 اللي هم كانوا ماشيين مثلا على اورال هايبوجلايسيميك دراجز، لما ما تجيبش نتيجه بيبداوا ياخدوا انسولين. فبالتالي لما كانوا مسمينها زمان نون انسولين ديبندنت ده كان اسم مش مظبوط شويه، لانه في مرحله من مراحل الحياه او مراحل المرض هيحتاج ياخد انسولين. تمام. طيب ثالث حاجه الاساسي في الدايبيتيك ريتينوباسي حاجه اسمها مايكرو انجيوباسي اللي هي الكاميلشتاين ويلسون سيندروم، اللي هي عباره عن ايه؟ افكت المايكرو بلاد فيسلز او اللي اسمها الارتريولز الموجوده في الجسم كله. اشهر ثلاث اماكن العين في الريتنا، تاني حاجه الكليه اللي هو النيفروباسي دايبيتك نيفروباسي، وتالت حاجه البريفرال نيرفز اللي هي بولي نيوروباسي. في حاجه اسمها دايبيتك ريتينوباسي دايبيتك نيفروباسي اند دايبيتك بولي نيوروباسي. دايما مريض السكر بيكون عنده مشكله في عينه، مشكله في الكليه، ومشكله في الاعصاب الطرفيه، وبالتالي بيكون حتى بيفقد الاحساس باعصابه الطرفيه شويه، وبرده يعني في مشكله، بيبقى مشكله عنده في النظر زي ما هنشوف. واخر حاجه مشكله في الكليه، ممكن يوصلوا انهم يحصل لهم غسيل كلى. طيب الاساسي اللي بيحصل فيه مايكروفاسكولار ليكج اند اوكلوجن هو ده الليدنج كوز اوف ريفرسبل بلايندنس. هو ريفرسبل ليه؟ عشان لو عالجت المرض ده النظر هيتحسن. تمام. لو عالجت السكر النظر هيتحسن، او على الاقل هحافظ عليه. لو ما عالجتوش هيوصل لحد ما يوصل بلايندنس. تمام. طيب الريسك فاكتورز بتاعت الدايبيتك ريتينوباسي، ات از ا ماتر اوف ديوريشن نوت ا ماتر اوف سيفيريتي. يعني اهم حاجه فيه اللي هو الديوريشن بتاع الدايبيتس. الاساسي طبعا لازم اكون اهم ريسك فاكتور، تاني اهم ريسك فاكتور بقى الجلايسيميك كنترول اللي هو السيفيريتي اكتر، اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي ليفل بتاعه المفروض يعني يكون الليفل بتاعه 6 مثلا، انما في ناس بيقول لهم بيوصل لحد 11 12 معناه انه عندهم فيري بور جلايسيميك كنترول. ثالث طبعا حاجه اللي هو الكوموربيديتيز، اي حاجه بتعمل اسكيميا لان الدايبيتس بيعمل اسكيميا، فاي حاجه ثانيه هتعمل اسكيميا مع الدايبيتس هتعمل بروجريشن للدايبيتك ريتينوباسي زي السموكينج والهايبر ليبيديميا رينال ديزيز او هايبر تنشن. بريجنسي طبعا بيسرع الموضوع لان بيحصل فيه جنراليز اسكيميا. الباثوجينيسيس بيحصل حاجه اسمها مايكرو انجيوباسي. هناخد الصوره دلوقتي عشان تبقى اوضح شويه. في حاجه اسمها مايكرو باسكولار ليكج مرحله خفيفه شويه او كويسه، وحاجه اسمها مايكرو باسكولار اوكلوجن مرحله سيفير شويه. مرحله المايكرو باسكولار ليكج ايه اللي بيحصل فيها؟ لو احنا خدنا كده، احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الانر بلاد ريتينال بارير، بيتكون من التايت جنكشن بتوين الاندوثيريال سيل، وجنب الاندوثيريال سيل دي حوالين كل اندوثيريال سيل في خليه اسمها بيريسايت، محوطه الاندوثيريال سيل من ورا زي ما يكون جايب مثلا ماسوره ولافف عليها بلاستر مثلا. هي البيريسايت نفس الحكايه دي، البلاستر اللي حوالين الماسوره دي او الخرطوم ده. طب الخرطوم اتبطن بايه؟ بالاندوثيريال سيل، وحواليه البلاستر اللي هو البيريسايت بنسبه 1:1، يعني كل اندوثيريال سيل قصادها وحده بيريسايت. طب الناس اللي عندهم دايبيتك ريتينوباسي ايه اللي بيحصل عندهم؟ بيحصل اول حاجه باثولوجي بيحصل لوس اوف ذا بيريسايتس، اللي هو الخرطوم ده البلاستر اللي حوالين الخرطوم ده بيبدا يموت، فبالتالي يصبح الول يبقى ضعيف شويه. لما يبقى الول ضعيف هيطلع منه حاجه اسمها مايكرو انيوريزما، عباره عن قليله كده تطلع من الكابيلاريز اللي موجوده او الريتينال الارتريولز اللي موجوده. لما القليله دي تبدا تطلع تبقى فيري ويك، ممكن تفرقع في اي لحظه وتعمل حاجه اسمها انترا ريتينال هيموريدج، او ممكن بسبب انها فيري ويك ان يطلع منها البلازما تبدا ترشح من خلال الول دوت في طبقات الشبكيه وتعمل بلازما ليكج، او وبعد كده يحصل الليكج ده هيزود السكنس بتاع الريتنا، يحصل حاجه اسمها ريتنال إديما، وتحصل وتطلع شويه لايبوبروتينز تخرج من البلد تدخل في طبقات الريتنا وتعمل حاجه اسمها هارد اكسوديتس، وبالذات لما الماكروفاج تبدا تاكلها فتحصل حاجه اسمها هارد اكسوديتس، عباره عن ايه؟ ليبيد ليدن ماكروفاجز. طيب المرحله الاخطر شويه
حاجه اسمها مايكرو فاسكولار اوكلوجن. ايه اللي بيحصل في المايكرو فاسكولار اوكلوجن؟ انا مش مجرد فقدت البيري سايد، انا هبدا افقد الاندوثيليال سيل من جوه. لما افقد الاندوثيليال سيل هيصبح الوول بتاع البلود فيسل من جوه مش سموث. لما الوول ما يبقاش سموث يحصل تربولنس اوف بلاد، فتلاقي البلد طول عمره ماشي بيخبط في اندوثيليال سيل، فجاه هيلاقي الاندوثيليال سيل دي ماتت، هيبدا يلاقي نفسه في او الوول بتاع بقى الارتريول نفسه، هيبدا يحصل تربولنس في البلد، يبدا يحصل اكتيفيشن للبليتلتس مع زياده الفيسبوزيتي في الناس اللي عندهم دايابيتس، مع زياده اصلا البليتلت ثيكنس، فبالتالي هتبدا تتكون جلطات في قلب البلود فيسل بتاع الريتنا وبرده بتاع الكيدني وبرده بتاع البريفرال نيرفس اللي اسمها الفازا نيرفورا اللي بتغذي النيرفس، ويحصل مايكرو فاسكولار اوكلوجن. كلهم بيمشوا مع بعض، ده حتى الدايابيتك ريتينوباسي دي اخر مرحله بتحصل، اخر حاجه بتتاثر. فبالتالي يعني العيان اللي بيروح يكشف بطنه مثلا، الدكتور البطن يقوم بعته رمى يفحص قاع العين، لو لقى قاع العين فيه مشكله هيعرف على طول ان الكيدني بدات تتاثر وان البريفرال نيرفز بدات تتاثر، فيبداوا يدوا لهم بقى سبورت تريتمنت للكيدني، ويبداوا يدوا لهم اللي هو الديبو فيتو والحاجات اللي هي بتاعت البريفرال نيوروباسي دي. طيب نقص لما يحصل مايكرو فاسكولار اوكلوجن هيحصل اسكيميا، نقص الكابيلري بلاد فلو اند بيرفيوجن، الدم اللي رايح للشبكيه بيقل. لما بيحصل لما الدم يقل هتحصل حاجه اسمها ريتينال هايبوكسيا. طب الهايبوكسيا دي لما تحصل ايه اللي هيحصل؟ تبدا الشبكيه تفتح الوصلات القديمه اللي كانت موجوده، حاجه اسمها انترنال مايكرو فاسكولار ابنورماليتيز، عباره عن شانتس بين الارتريز والفينز مقفوله، زي ما موجود في الجسم كله موجود في العين، الجسم كله فيه شانتس مقفوله تبدا تتفتح لما يحصل اسكيميا. والشانتس دي تبدا تفتح عشان ازود الدم اللي رايح للشبكيه شويه. الارما دي او الانترنال مايكرو فاسكولار ابنورماليتيز مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه لانها حاجه موجوده اصلا طبيعيه. طب المشكله الاكبر بقى اللي بتحصل لما يحصل ريتنال هايبوكسيا او اسكيميا، تبدا تتكون حاجه اسمها فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتورز، حاجه بتطلع من قلب الريتنا اللي بتموت ديت اللي هيبوكسك ريتنا، تبدا تكون نيو فيسلز فازو فورميتيف سابستنس، تبدا تكون نيو فيسلز. نيو فيسلز بتتكون في العين ليه؟ لان الاوعيه الدمويه اصلا اللي موجوده بدات تتقفل، فالجسم يبدا يكون اوعيه دمويه جديده عشان يغذي طبقات الشبكيه ويغذي العين عموما، الشبكيه والايرز وبتاع. فالمشكله في النيو فيسلز الكونيه دي انها بتتعمل بصوره مش مظبوطه، يعني ما بيبقاش مثلا الوول بتاعها بيكون فيري ويك، ضعيف خالص، لدرجه ان لو العيان ده عطس او كح او حصل اي حاجه تبدا النيو فيسلز دي تفرقع ويحصل فيتراس هيموريدج. ممكن النيو عند الايرز او في الريتنا او ايا كان المكان اللي تتكون فيه. طيب الدايابيتيك ريتينوباسي اتس ا مايكرو انجيوباسي بتأفكت ريتنال ارتريولز، ايوه الاستيجز بتاعتها يا اما نون بروليفريتيف يا اما بروليفريتيف. على الناحيه الثانيه ممكن تحصل حاجه اسمها دايابيتيك ماكيوروباسي. ايه الفرق بين النون بروليفريتيف والبروليفريتيف؟ كلمه واحده بس اللي هي نيو فاسكولاريزيشن. لو خدتوا بالكم النون بروليفريتيف والبروليفريتيف هتحصل في المرحله بتاعت المايكرو فاسكولار اوكلوجن. في حاجه ثانيه اسمها دايابيتيك ماكيولار اديما ودايابيتيك ماكيوروباسي، هتحصل في المايكرو فاسكولار ليكج. يعني الدايابيتيك مايك يعني مش لازم يحصلوا مع بعض، يعني ممكن الناس اللي عندهم مايكرو فاسكولار ليكج يحصل عندهم دايابيتيك مايكولار اديما بسبب البلازما اللي بترشح من الوول. طب الناس اللي عندهم مايكرو فاسكولار اوكلوجن سواء حصل كومبليت اسكيميا او ما حصلش، هتبدا تحصل المرحله الايه اللي هي نون بروليفريتيف او بروليفريتيف، تبدا تكون مايكرو انيوريزم زي ما شرحنا، يحصل ريتينال هيموريدج. ممكن يحصل بقى نيو فاسكولاريزيشن ونيو فيسز تبدا تتكون في قلب الشبكيه. المشكله انها مع الوقت ممكن يحصل ريتينال ديتاتشمنت او فيتراس هيموريدج بسبب النيوز الضعيفه زي ما قلنا. ريتينال ديتاتشمنت اللي هو نوعه تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت بسبب الفايبرس تيشو اللي بيتكون لما الخلايا تموت، تبدا تشد على الشبكيه وتفصل الشبكيه، او يحصل طبعا فيتراس هيموريدج. واخيرا ممكن النيو فيسز دي تتكون عند الايرز وتتكون عند الانجل وتقفل الانجل، ويحصل حاجه اسمها سكندري نيو فاسكولار جلوكوما بسبب النيو فيسز اللي اتكونت. هسالكوا تاني معايا، لو معايا عرفني برضه بعد اذنكم. يعني معاك يا دكتور إيهاب. حاضر يا فندم، معلش انا بس اتاكد ان هم تمام. بالنسبه لل السيمتومز طبعا يعني احنا زي ما قلنا، تخيلوا ان البروليفريتيف والنان بروليفريتيف دي، ممكن النان بروليفريتيف لو هي ايرلي شويه او البروليفريتيف مشكلتنا في النيو بس لو هي لسه متكونه ممكن ما تعملش اي سيمتومز خالص. وممكن دايابيتيك ماكيولار اديما هي اللي بتاثر على الفيجن وتعمل ايرلي جرادوال اند بينلس دروب اوف فيجن، اللي هي الدايابيتيك ماكيولار اديما دي.
مرحله ديابيتس ماكيولار اديما. طب مرحله النون بروليفريتيف ممكن ما تاثرش على الفيجن خالص، وممكن لو هي قلبت بروليفريتيف تعمل سادن دروب اوف فيجن، وبالتالي السيمتومز ممكن تكون اسيمتوماتيك ومرض شغال في عينه عادي وهو اسيمتوماتيك مش حاسس، او ممكن يبقى دروب اوف فيجن ايذر جرادوال او سادن. ذا موست كومن كوز اوف جرادوال دروب اوف فيجن في الدايابيتيك بيشنت اللي هو دايابيتيك ماكيولار اديما، ذا موست كومن كوز اوف سادن دروب اوف فيجن في الناس اللي عندهم دايابيتس هي الفيتراس هيموريدج. طبعا لو في كاتراكت هيعمل جرادوال دروب اوف فيجن، بس انا قلت ذا مين كوز اللي هو دايابيتيك ماكيولار اديما. طب الساينز اللي بتحصل، يعني اول حاجه الفيجوال اكيوتي طبعا امبير جرادوال او سادن زي ما قلنا. طيب البيوبل بيكون عندهم حاجه اسمها دايابيتيك ايريدوغرافي، بيكون عندهم بور دايلاتيشن، حتى عين الدايابيتس دايما عينه مش بتوسع بسهوله. بالنسبه للفندس على حسب الستيج، هل هو نون بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي بدا يحصل عنده مايكروفاسكولار اوكلوجن بس لسه ما حصلش كومبليت اوكلوجن، مجرد بس ان في مايكرو انيوريزم اللي هي ذا ايرليست ساين اوف دايابيتيك ريتينوباسي از مايكرو انيوريزم، او ممكن المايكرو انيوريزم ده يبدا يرشح شويه قديمه في الشبكيه، او يبدا يطلع منه البلازما بروتينز اللي بتخش في قلب الريتنا والماكروفاجز تاكلها ويحصل هارد اكسوريتس. مع الوقت النان بروليفريتيف ده ممكن يقلب بسيفير نان بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي، او بيسموه بري بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي. الجسم بيبدا يعمل يعني بروتكتيف ميكانيزم لنفسه انه ما يخشش في سيفير اسكيميا، انه بيفتح الانترا ريتينال مايكروفاسكولار ابنورماليتيز اللي هي الشنط بين الارتري والفين. مع الوقت الحاجه اللي بتحصل ايرلي ان النيرف فايبر لايرز ممكن يحصل فيها شويه نيكروزس تموت، فيحصل حاجه اسمها كوتون وول سبوتس اللي بيسموها السوفت اكسوديتس. يبقى السوفت اكسوديتس اللي هي الكوتون وول سبوتس، والهارد اكسوديتس اللي هي اللايبو بروتينز اند ليبيد ليدن ماكروفاجز. الاثنين دول بيحصلوا في النان بروليفريتيف والسيفير نان بروليفريتيف. طبعا بيكملوا معانا مرحله البروليفريتيف، بس اهم حاجه بتحصل فيها الاسكيميا اللي هي لما البلاد فيس يحصل له كومبليت اوكلوجن، وبالتالي الدم اللي رايح للشبكيه بيقل خالص، تبدا الشبكيه تفرز اللي هي الفي اي جي اف، يحصل نيو فيسلز فورميشن. انا بس بتكلم على الحاجات دي عشان مهمه شويه. طيب الكومبليكيشنز اللي بتحصل، ان الاديمه تبدا تتكون في نص الشبكيه وتعمل دايابيتيك ماكيولار اديما، هتحصل هيحصل افكشن للفيجن. هبدا القطها ازاي؟ اعمل العيان ده او سي تي او اوبتيكال كولر توموجرافي، هلاقي عنده دايابيتيك ماكيولار اديما، هبدا اعالجه زي ما هنشوف كمان شويه. تاني حاجه ممكن النيو فيسلز، ممكن المايكرو انيوريزم المقوله دي تعمل برضو اديما بتكون لوكال او فوكال او ديفيوز، او ممكن لما يحصل نيو فيسلز فورميشن تحصل اسكيميك ماكيولوباسي، والدم اللي رايح للشبكيه يبدا يقل خالص والشبكيه تبدا تموت. افرق الحاجات دي كلها عن بعضها بالاو سي تي اند فلوريسين. طب الكومبليكيشنز اللي هي اللي بيقولوا عليها ادفانسد دايابيتيك اي ديزيز، كومبليكيشن اللي هي المضاعفات بقى اللي بتحصل اللي هي علاجها صعب جدا، اول حاجه الفيتراس هيموريج، ثاني حاجه تراكشنال ديتاتشمنت، ثالث حاجه نيو فاسكولار جلوكوما. زي ما قلنا دي صوره للنورمال فاندس، ودي صوره الباك جراوند دايابيتيك ريتينوباسي اللي هو نان بروليفريتيف. اول صورتين لو نلاقي فيهم صوره الهارد اكسوديت، وهنا صوره المايكرو انيوريزم، بعد كده السيفير نان بروليفريتيف. لو دققنا شويه هنلاقي في شنط بين الارتري والفين اهي موجوده، بتبان اكتر بالفلوروسين انجيوجرافي اللي هي انتريتنال مايكرو فاسكولار ابنورماليتيز. مع الوقت ممكن تحصل بروليفريتيف نيو فاسكولاريزيشن، نيو فيسلز بدات تتكون عند الاوبتيك نيرف، هنا نيو فيسلز موجوده. مع الوقت النيو فيسلز ديت بيحصل حواليها فايبروزس، وتحصل دي مرحله الكومبليكيشنز بقى اللي اسمها فايبر فاسكولار ميمبرينز اند تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت. نان بروليفريتيف اهم حاجه فيها المايكرو انيوريزم والهيموريدج. طبعا هناخد شكل الهيموريدج دلوقتي حالا. لو احنا خدنا الهيموريدج زي ما شفنا كده، ممكن يكون على شكله دوت اند بلوت هيموريدج، ممكن يكون فليم شيبد هيموريدج على حسب مكانه. زي ما يعني احنا قلنا البلاد فيسلز اللي ماشيه في الريتنا بتنقسم الى سوبرفيشال بلكسس وديب بلكسس. السوبرفيشال بلكسس موجوده في الانر نيوكليير لاير، السوبرفيشال بلكسس موجوده في النيرف فايبر لاير، والديب بلكسس موجوده في الانر نيوكليير لاير. لما يحصل هيموريدج للسوبرفيشال بلكسس اللي موجوده في النيرف فايبر لاير، هيحصل الهيموريدج على شكل فليم شيب هيموريدج. طب لو الهيموريدج ده حصل في الانر نيوكليير لاير، بيكون مزنوق ما بين الخلايا بتاعه الانر نيوكليير لاير، ويكون على شكل دوت اند بلوت هيموريدج، نقط او بطش صغيره من الدم موجوده منتشره ما بين الخلايا. انما لو حصل على في النيرف فايبر لاير اللي هي ماشيه بالطول، هيكون شكله فليم شيب هيموريدج، شبه شعله اللهب. ده شكل الهيموريدج. طيب السيفير نان بروليفريتيف اهم كلمه فيه اللي هو الارما انتراريتنال مايكرو فاسكولار ابنورماليتيز، او برضو كوتون وول سبوتس. المرحله لسه ما حصلش نيو فاسكولاريزيشن، مرحله بقى البروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي بدا يحصل، النيو فيسلز بدات تتكون، معناها ديتنا خلاص بتموت، خلاص نيو فيسلز اتكونت والفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتورز عماله تتفرز. النيو فاسكولاريزيشن دوت ممكن يحصل عند الديسك
او ان ان في دي، او ممكن يحصل عند في الايريس اسمه ان في اي، او ممكن حتى يحصل في الانجل اسمه ان في اي، او ممكن يحصل في البريفري بتاعت الريتنا والنيوفاسكولاريزيشن elsewhere. الدايبيتس زي ما قلنا مايكرو انيوريزم وهيموريج اكسوديت ممكن يعمل دايبيتك ماكيولوباسي، يحصل افكشن للفيجن، او ممكن يحصل مرحله الكومبليكيشن بسبب البروليفريتيف دايبيتك ريتينوباسي. ممكن المرحلتين يحصلوا مع بعض او كل واحده تحصل لوحدها، مفيش مشكله. طيب زي ما قلنا الفرق بين الهارد اكسوديت والسوفت اكسوديت لسه قايلينها حالا. الكومبليكيشنز دي حاجه مهمه شويه، الكومبليكيشنز بتاعت الدايبيتك ريتينوباسي، يا اما دايابيتك في الماكيولا يحصل حاجه اسمها دايابيتك ماكيولوباسي، ذا موست كومن كوز اوف دروب اوف فيجن، ممكن يحصل عند اني ستيج اوف دايابيتك ريتينوباسي. الماكيولا القديمه بيكون شكلها على حسب السبب بتاعها، ممكن تكون فوكال ماكيولا القديمه مجرد مايكرو انيوريزم بيعمل ليكج، ممكن يكون ديفيوز ماكيولا القديمه كابيلاري سيجمنت بتعمل ليكج، اب تو سيستويد ماكيولا القديمه زي ما نشوف صورتها حالا، ممكن مع الوقت يحصل اسكيميك ماكيولوباسي بسبب الكابيلاري نون برفيوجن، هناخد صورتها في الاو سي تي كمان شويه. طب الكومبليكيشنز اللي بتحصل، ممكن يحصل فيتراس هيموريج، تراكشنال ريتن اتاتشمنت، اند نيو فاسكولار جلوكوما. العلاج بتاع الدايبيتك ريتينوباسي، اول حاجه لازم اعالج السبب، ستريكت كنترول اوف بري ديسبوزنج فاكتورز اند كوموربيديتيز. اعالج الدايابيتس، لازم اصلح الهيموجلوبين اي 1 سي بكل الاحوال، لازم يكون مظبوط. تاني حاجه الكوموربيديتيز زي الهايبر تنشن، دايما عين الدايابيتس بنعمل له ليبيد بروفايل عشان بيكون عندهم ديسليبيديميا، زي ما قلنا لما يكون عندهم ديسليبيديميا بيحصل مع الاندوثيليال سيلز اللي عماله تموت، والهايبر فيسكوزيتي بتاعت البلاد، تلاقي الليبيدز كمان جت زودت الموضوع وبقت اسوأ واسوأ، وقفلت البلاد فيسلز موجوده في الريتنا وحصل سيفير اسكيمي. طيب تاني بعد ما عملت كنترول للجنرال او سيستميك كونديشن، ابدا بقى اعالج الريتنا على حسب الديزيز اللي موجود، هل هو في مرحله الدايابيتك ماكيولار اديما؟ لو هو كده هحقن، هل لو هي ديفيوز ماكيولار اديما جايه في الشبكه في الماكيولا كلها هحقن. طب لو هي فوكال اديما، يعني اديما بسبب مايكرو انيوريزم صغنطت خالص، اعمل حاجه اسمها فوكال ليزر، اضرب جنب المايكرو انيوريزم ده اللي عمال يرشح. طب لو في كابيلاري سيجمنت بترشح، ممكن اعمل عليها جريد زي حزام كده من الليزر، ارجون ليزر، ان انا اقفل حواليه بحيث امنع الاديما انها تنتشر. ثالث حاجه لو هي ديفيوز اديما زي ما قلنا، اعمل انترافيترال انجكشن اوف انتي في جي اف. طب برضو من الليزر فوتو كاجوليشن بستخدمه في حالات البروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي، لما تتكون النيو فيسلز هضرب اطراف الشبكيه زي ما نشوف الصوره حالا، انا احول الريتنا من هايبوكسيك تو ان بوكسيك ريتنا، وبالتالي هموت المناطق اللي عماله تفرز فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، وبالتالي هقلل النيو فيسلز انها تتكون. انا هساكريفايس الريتنا البريفري تو سيف ذا بابيلو ماكيولار باندل، يعني انا هخليه ممكن اخليه يشوف النظر بتاعه كويس خالص، بس هيشوف تيوبيولار فيلد، لاني لو سبته النظر هيبقى اسوء اب تو لوس اوف فيجن. طب البارز اللي انا بتريبتم الانديكيشن بتاعها في حالات الدايابيتيك ريتينوباسي، في الناس اللي عندهم حصل لهم كومبليكيشن زي فيتراس هيموريج او تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت، يعني حصل نزيف في الفيتراس مش عايز يخف بالعلاج، او بدا يحصل تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت بسبب الكونتراكشن بتاع الفايبرو فاسكولار ممبرينز، ابدا اشيلها واحط مكانها سيليكون واعمل برضو ليزر على اطراف الشبكيه. النيو فاسكولار جلوكوما طبعا التريتمنت بتاعها صعب جدا، لان على حسب بقى لو انا شايف قاع العين، يعني لو في فاندس فيو في حالات النيو فاسكولار جلوكوما، هعمل بي ار بي بان ريتنال فوتو كواجوليشن عشان اموت الهايبوكسيك ريتنا دي، وبالتالي اقلل افراز النيو فاس الفي جي اف اللي بتعمل النيو فاس. طب لو ما فيش فيو ممكن اعمل انجكشن احقن، سواء في قدام عند الايريس لو في نيو فاس نيو فيسلز عند الايريس، او ورا في الريتنا احقن فيها، او ممكن برضو اعمل كرايو سيرابي اسمه سايكلو فوتو كواجيوليشن، ان انا برضو اموت اطراف الشبكيه على قد ما اقدر. لو الجلوكوما مش عايزه تخف، ممكن اعمل جلوكوما سيرجري، بالذات العمليه اللي اسمها فالف سيرجري، لان عمليه التراديشنال سب سكليرال تابيكوليكتومي هتبقى الفيلير ريت بتاعها عالي بسبب الفيبروزس العنيف اللي موجود، فانا هضطر اعمل فالف سيرجري عشان اقلل ضغط العين. طب الاسكيميك ماكيولوباسي للاسف ملهاش علاج، لان الدم اللي رايح بقى للماكيولا بدا يقل خالص، فالعيانين اللي عندهم اسكيميك ماكيولوباسي ريزيستنت للتريتمنت. دي صوره يعني هارد اكسوديت والنيو فيسلز بدات تتكون زي ما احنا شايفين. طيب الصوره اللي بعدها، نيو فيسلز بدات تتكون عند الديسك شخصيا، معناه الشخص ده عنده ان في دي نيو فاسكولاريزيشن ات ذا ديسك. دي برضو صوره فيها نيو فيسلز عنيفه شويه، اكتر شويه، محتاجه تدخل اسرع شويه. ابدا اعمل العمليه اللي اسمها
جلسه ليزر اسمها بان ريتينال فوتو كواجيوليشن، يعني بضرب ارجون ليزر، شايفين انا بضرب على اطراف الشبكيه وسايب الاوبتيك نيرف والماكيولا والبابيلو ماكيولار باند لحد الاركيد، شايف الجزء ده، الجزء ده لسه عايش، والجزء اللي عدى البريفري ده كله مات، انا موته. يعني انا حولت الهيبوكسيك ريتينا اللي عماله تفرز نيو فيسلز الى انوكسيك ريتينا، وبالتالي لما موتها خلاص هي وهي بتموت بتفرز. طب لما بتموت وهي لسه يعني في مرحله انها يعني بتنازع، طب لما بتموت خلاص ما بتفرزش تاني نيو الفاسكولار انسيلي جروس فاكتور، وبالتالي حافظت على المنطقه اللي في النص دي اللي بتشوف دي. برضو كومبليكيشن من الدايابيتيك ريتينوباثي ده، ممكن يكون عيان دايابيتيك بيشنت وعنده نيو فيسلز في المنطقه دي وعطس مثلا او كح او ضغط عالي، فبدا يحصل فيتراس هيموريد، ده اسمه بري ريتنال، اسمه صاب هيرويد هيموريد، هيموريد ما بين الفيتراس بوستيو فيتراس فيس اند ريتنا، حتى بيسموه سوسر شيبد على شكل الطبق، من نوع من انواع الفيتراس هيموريد. طبعا علاجه لو ما خفش بالميديكال تريتمنت ابدا اعمل له بارزبلانا فيتريك زي ما هنشوف. طيب في حاجه بقى اسمها كلينيكالي سيجنيفيكانت ماكولار اديما، يعني عملوها كده عشان يعني زمان شويه بصراحه، يعني هي دلوقتي خلاص بقت، هل في ريتنال اديما سموها دلوقتي سنتر انفولفنج ونان سنتر انفولفنج ماكولار اديما، هل الاديما دي جايه في الفوفيا والماكولا او هي جايه في يعني حوالين الفوفيا؟ كلينيكال سيجنيفيكانت ماكولار اديما، اديما وزن 500 مايكرون من السنتر وفي الفوفيا بيسموها كلينيكال سيجنيفيكانت ماكولار اديما. طب هارد اكسوديت وزن 500 مايكرومتر من السنتر اوف فوفيا برضه بيسموها كلينيكال سيجنيفيكانت ماكولار اديما. طب ريتنال اديما 1 ديسك دايمتر حجمها ايه زي ما نشوف في الصوره، هي اكتر من 1 ديسك دايمتر او يساوي اني بارت اوف ويتش از ويزن 1 ديسك دايمتر من السنتر بتاع الفوفيا. يعني لو قلنا ده السنتر اوف الفوفيا 1 ديسك دايمتر اهو، يبقى في جزء من الاديما دي موجود ويزن 1 ديسك دايمتر وهي حجمها على بعضها اكتر من ديسك دايمتر، دي بيسموها كلينيكال سيجنيفيكانت. دلوقتي بيسموها سنتر انفولفنج ونان سنتر انفولفنج، لما الاو سي تي بقى مشهور دلوقتي وبقى معظم الحالات بتعمل او سي تي فسموها سنتر انفولفنج ونان سنتر انفولفنج، وبالاخر كده علاجها الانجكشن اللي احنا بنشوف الصوره بتاعتها دي. صوره الكومبليكيشن بدا يحصل فيتراس هيموريج، شايفين ده الاوبتيك نيرف ودي بلاد فيسز ماشيه وفي فيتراس هيموريج مالي الفيتراس. طيب ديت مرحله التراكشنال ريتنال ديتاتشمنت، النيو فيسز بدات تموت وبدا يحصل فايبروفاسكولار ممبرينز موجوده قصاد الريتنا عماله تشد على الريتنا، مشكله انها مع الوقت الشد دوت ممكن يقطع الشبكيه في اي منطقه ويحصل كومبايند تراكشنال اند ريجماتوجينس ديتاتشمنت. تاني حاجه طبعا الفايبر فاسكولار ممبرينز ديت عماله تفرز، عماله تفرز فاسكولار انسيال جروس فاكتور، فبتزود الممبرينز اكتر، بتشد على الشبكيه اكتر وتقلل الدم الرايح، انها بتقفل البلود فيسلز الموجوده، فيحصل سيفير فايبروزس اند سيفير كابيلاري دروب اوت اند ريتنال اسكيميا. دي صوره الاو سي تي اوبتيكال كويرنس موجرافي اوف كيز اوف سيستويد ماكولار ايديما بسبب الدايابيتس. والصوره اللي تحتها ديت بعد ما عمل عمليه الانترا فاسكولار انجكشن، العمليه دي عباره عن حقن ماده في قلب العين، الماده ديت انتي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، يعني لو الريتنا بتطلع في جي اف فانا بحقن ماده انتي في جي اف انها تقلل الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور وبالتالي اقلل الريتنال اديما اند النيو فيسل فورميشن. ديت عمليه البارز بلانا فيتريكتوم، يكون في تروكر بيخش منه يعني ثلاث مداخل للعين، مدخل داخل فيه الانفيوجن ومدخل تاني في حاجه اسمها فيتراس كاتر ومدخل تالت اللايت، يعني ايدي الدكتور الشمال يكون فيها اللايت والايد اليمين فيها الكاتر، وفي وصله ثالثه بتملى العين سلاين عشان العين تتنفخ، وده بنبدا يعني الدكتور يبدا يشيل الفيتراس كله اللي في قلب العين، يبدا يشيل الممبرينز لو في ممبرينز عشان يرجع الشبكيه مكانها، او لو في فيتراس هيمورج يبدا يشيله. تمام ولا تمام كده مظبوط معايا؟ تمام بصر ايهاب كله تمام تمام يا فندم. طيب بالنسبه لل كده بالنسبه للدايبيتيك ريتينوباثي، اخر حاجه طبعا لو اسكيميك ريتينوباثي بصراحه يعني نو تريتمنت. هناخد تاني ديزيز في الريتينال فاسكولار ابنورماليتيز اللي هو الريتينال فين اوكلوجن، سواء سنترال او بريفرال ريتينال فين اوكلوجن. طبعا الريتينال فين اوكلوجن من اسمه يعني هو انسداد الفين اللي بيعمل درينج للبلاد من قلب الشبكيه، ممكن يكون سنترال او ممكن يكون بريفرال. سنترال ريتينال فين اوكلوجن اسباب ان انا الفين ده يتقفل، يا اما اسباب من داخل اليومن او اسباب ان ذا وول او اسباب اوتسايد ذا اليومن. اشهر سبب من داخل اليومن الهايبر فيسكوستي بتاعت البلاد،
ايه اكتر حاجه؟ في حاجه اسمها ماكرو جلوبيولينيميا، ده ديزيز بيزود الاميونوجلوبولينز موجوده في البلاد، فبتزود البلاد فيسكوستي يقوم قافل اليومن. وفي مشكله في الكواجليشن فاكتور زي حاجه اسمها بروتين سي بروتين اس وانتي ثرومبين، الحاجات دي كلها مضاده للتجلط، فما يحصل فيها خلل تبدا الفيسكوزيتي تزيد. تاني سبب في اسباب في الوول بالذات للناس اللي عندهم اوتو اميون ديزيز زي البهس الديزيز، بيعمل حاجه اسمها اوكلوسيف فيليب بايتس او زي الساركويدوزيس ديزيز، بتعمل سيكن انفلاميشن وسيكننج للبلاد فيسل وول الفين بالذات. لما يحصل الوول ده يتخن يبدا يحصل تيربولانس البلاد داخله، وممكن الوول نفسه يتقفل. طيب السبب الصح السبب الرئيسي والاساسي هو فروم اوت سايد ذا وول. اشهر سبب يعني اعمل كومبريشن على الوول بتاع الفين بالارتري، لان الارتري والفين الاثنين شيرنج ا كومن ادفنتيش، يعني في الجدار بتاع البلاد فيسل يتكون من انتيما اللي هي الاندوثيليوم، وبعد كده ميديا اللي هو الماسكولار لاير، وبعد كده الادفنتيشيا اللي هو الشيس اللي حوالين البلاد فيسل من بره سواء الارتري او فين. السنترال ريتنال ارتري والسنترال ريتنال فين البرانشات بتاعتهم شير ا كومن ادفنتيشي، يبقى هما الاثنين لهم، كل واحد فيهم لهم انتيما، كل واحد فيهم لهم ميديا، والاثنين مع بعض لهم ادفنتيشي. الناس لهم هايبر تنشن بيحصل ستريتنينج للارتري زي ما يكون خرطوم كده فيه ميه، والميه ماشيه فيه بالراحه شويه، فتلاقي الخرطوم مش اتحرك. طب انا لو فتحت الحنفيه جامد تلاقي الخرطوم ده اتنفض مره واحده وبقى تخين وبقى ناشف. نفس الحكايه لما الارتري الضغط يزيد يبدا يضغط على الفين لان بتاعه سينر شويه، ويبدا يضغط عليه لحد ممكن يقفله خالص، يبقى ذا موست امبورتنت ريسك فاكتور هايبر تنشن. ممكن اسباب برضه تانيه زي طبعا ثايرويد هاي ديزيز، او زي لو واحد عنده برايمري اوبن انجل وكوما او اوكيولار هايبر تنشن، زودت الضغط لدرجه ان انا قفلت الفين. مشكله اللي طبعا الريسك فاكتور زي ما قلنا الاثيروسكليروزس، الايدج، الهايبر تنشن، الهايبر ليبيديميا، الدايبيتس والاورال كونتراسيبتيف. الاسباب السموكينج والدايبيتس والاورال كونتراسيبتيف دول بيزود البلاد فيسكوستي وعامل هايبر ليبيديميا برضه نفس الحكايه. الهايبر تنشن زي ما قلنا الارتري والفين شير اكمون ادفنتيشيا، الاثنين بروسيس برضه بتاثر شويه لانها بتحصل هي والاثيروسكليروزس مع بعض. بيحصل سيكننج للارتريز الارتريوز تعمل كومبريشن على الفين. في اسباب منها موديفايبل واسباب نون موديفايبل، الايدج دوت نون موديفايبل ريسك فاكتور، الباقي كله ممكن اقول عليه موديفايبل ان انا اعالجه. سنترال ريتنال فين اوكلوجن تو مين تايبس، في نون اسكيميك تايب والحمد لله يعني نسبته اكبر حوالي 75%، وفي اسكيميك تايب سنترال ريتنال فين اوكلوجن. لو احنا خدنا الفرق الرئيسي والاساسي بين النوعين النيو فاسكولاريزيشن، هل في نيو فيسلز ولا ما فيش؟ يبقى ده عنده اسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن زي ديابيتيك. طب ما فيش الشخص ده عنده لسه نون اسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن، فرقهم ازاي؟ بيتفرق بالفلوريسين، لو هنا اكثر من 10 ديسك دايمترز من الريتنا فيها كابيلري دروب اوت، يعني ما بقاش فيه بلاد ماشي فيه، اكثر من 10 ديسك دايمتر يعني ضربنا 10 في 1.5 حوالي 110 يعني ديسك 110 مللي من الفندس كله على بعضه، ما فيش فيه بلاد ماشي فيه. يعني لو انا جيت رسمت الاوبتيك نيرف 10 مرات فيهم دم ماشي، دي اسمها اسكيميك سنتر ريتنال فين اوكلوجن. طب النون اسكيميك سنتر ريتنال فين اوكلوجن لسه ما وصلش لمرحله الاسكيميا، مفيش نيو فيسلز بدات تتكون. طبعا السنتر ريتنال فين اوكلوجن الفيجن بتاعه دي مهمه خالص، يعني في الكيزس وكده الفيجن يعني من 6 18 لحد 6 60. طب السيفير دروب اوف فيجن في النون في الاسكيميك ده ممكن توصل اب تو هاند موفمنت. تاني حاجه البيوبل بيكون نورمال في السنتر ريتنال فين، لكن الاسكيميك سنتر ريتنال فين ممكن يوصل ريلاتيف افرنت بيبولي ديفكت بسبب السيفير اسكيميا، ده ممكن يتكون كوتو نورس بوس في الناحيتين بس في الاسكيميك بتكون اكتر شويه. الاسكيميك ممكن يحصل معاه ديسك ايديما اكتر شويه. طبعا النيو فيسز بتتكون بسبب الفاسكولار اندوستيجي جروس فاكتور. سبب الدروب اوف فيجن في حالات النون اسكيميك سنتر ريتنال فين اوكلوجن اللي هو الدايبيتيك مايكولار ايديما بسبب الليكنج مايكرو انيوريزم. طب سبب الدروب اوف فيجن في حالات الاسكيميك سنتر ريتنال فين اوكلوجن اللي هو كابيلاري دروب اوت. وبالتالي احنا عرفنا يعني لو احنا عرفنا ان السبب السيستويد ماكولار ايديما هي اللي عملت دروب اوف فيجن في السنتر ريتنال فين اوكلوجن، وبالتالي انا لو عرفت السيستويد ماكولار ايديما دي بالانجكشن في انتي بي جي اف النظر هيتحسن. طب سبب دروب اوف فيجن في الاسكيميك نيو فاسكولاريزيشن، نيو فيسلز اللي اتكونت سواء نيو فاسكولاريزيشن للايدز او الانجل عملت نيو فاسكولار جلوكوما، عملت فيترا سيمولر، عملت تراكشن ديتاتشمنت، ده التريتمنت بتاعها فيري ديفيكالت، البروجنوزس بتاعها فيري
بور بروجنوزس، ده حتى الفيجن ممكن يوصل هاند موفمنت، وكمان النظر ما يتحسنش. في فاريشن السنتر ريتنال فينوس اسمه برانش ريتنال فين اوكلوجن، ممكن البرانش زي الاب تمبورال برانش زي الحاله دي هو بس اللي اتقفل وبقيه الريتنا لسه مفتوحه، ده بنسميه برانش ريتنال فين اوكلوجن. في طبعا هنا لسه البرانشات اللي هو الابر نيزل واللور تمبورال اند نيزل لسه مفتوحين، ديت البروجنوز بتاعها بيكون احسن شويه في بعض الحالات، وبعض الحالات الثانيه لو في اسكيميا المنطقه دي ممكن يحصل فيها سيفير اسكيميا اكتر من 5 ديسك دايمتر، يعني انا لو جيت رسمت الديسك ده 5 مرات 1 2 3 4 5 والخمس مناطق دولت مفيش دم بيروح لهم، هيبقى النوع ده اسمه اسكيميك برانش ريتنال فين اوكلوجن، يعني يعتبر ده النص، يعني في حالات السنتر ريتنال فين اوكلوجن نقول اسكيميا لما نلاقي اكتر من 10 ديسك دايمترز من الريتنا مفيش فيهم بلاد فيسل. طب البرانش لو في اكتر من 5 ديسك دايمتر من الريتنا مفيش فيهم نيو فيسلز بنسميها ايه؟ اسكيميك برانش ريتنال فين اوكلوجن. طبعا اكتر مشكله بتقابلنا في السنتر ريتنال فين اوكلوجن هو النيو فاسكولايزيشن اسكيميا، ان الريتنا بيحصل فيها اسكيميا هتفرز فاسكولار انسيوليا جروس فاكتور، الفاسكولار انسيوليا جروس فاكتور ديت هتعمل نيو فاسكولايزيشن من حاجه مشهوره اسمها 100 دي جلوكوما، يعني في حوالي 3 شهور ونص كده يبدا ضغط العين يحصل اللي عندهم اسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن، برضه ساعات بتيجي في الكيس يعني نبقى عارفين لو شخص عنده سنتر ريتنال فين اوكلوجن وضغط عينه عالي بسبب ايه؟ بسبب ال 100 دي جلوكوما دي. ثالث حاجه نيو فاسكولايزيشن والديسك ونيو فاسكولايزيشن السوير. الانفستيجيشن اللي بنعملها طبعا طبعا اهم حاجه السيستميك انفستيجيشن كنترول الريسك فاكتور، اهم حاجه الهايبر تنشن او لو في كوموربيديتي، لو في اوبيزيتي، لو في سموكينج نقلله، في هايبر ليبيديميا الحاجات دي كلها، او كنترول اوف دايبيتس طبعا اي حاجه بتزود البلاد فيسكوسي، لانه يعني طول ما السبب موجود هيفضل الديزيز افكتنج يعني العين، ده ممكن ياثر على العين الثانيه كمان. طب الفلورسين انجيوجرافي ما اهميته زي ما قلنا عشان افرق الاسكيميك من النون اسكيميك، لو في ارياز اوف كابيلري دروب اوت يبقى اسكيميك، ما فيش يبقى نون اسكيميك. طب ثالث حاجه الاو سي تي عشان اعرف السبب بتاع دروب اوف فيجن اللي هو الماكيولار اديما، هل هو بسبب الاسكيميا ولا هو الحمد لله بسبب الماكيولار اديما؟ لانه لو بسبب ماكيولار اديما هحقنه واعمل مونيتورنج للريسبونس بتاع التريتمنت ده كل شهر مثلا، وانا هحقن العيان ده كل شهر واشوف الاستجابه، هحقنه ايه؟ هحقنه بالانتي في جي اف واشوف هل الريتنال سيكنس ده بيقل ولا ما بيقلش، لانه لو هيقل يبقى معناها الحمد لله ان في ريسبونس، ولما يقل كمان النظر هيتحسن. طب لو هو عنده اسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن ما قداميش غير اني احفظ له عشوائيه اللي موجودين، ان انا اعمل له بان ريتنال فوتوكواجوليشن، ابدا اضرب المناطق اللي هي بتاعت الاسكيميا بتاعت الريتنا عشان احولها منها الى ان ريتنا، ممكن كمان احقن الانترابيتريال انتي في جي اف في الحالات الدايبيتك السيستويد ماكلور اديما، او برضو في حالات النيو فاسكولاريزيشن ممكن احقن الاول انتي في جي اف عشان اقلل السكنس شويه بتاع الريتنا، بعد كده اضرب ليزر، لان يعني في حالات حتى حالات النيو فاسكولار ايدج نيو فاسكولار سنترال ريتنا فين اوكلوجن احقن الاول بحيث اقلل السكنس بتاع الريتنا عشان لما اضرب ليزر الليزر يبدا يعلم ويشتغل معايا. طب التريتمنت بتاع النيو فاسكولار جلوكوما زي ما قلنا طبعا يعني فيري بور بروجنوزس، لو في فيو للفندر من ريتنال ممكن كمان طب لو ما فيش فيو في الايرز كده كده والانجل اقوم حاقن انتي في جي اف دوت في الانتيريور سيجمنت بنسميها انترا كاميرال او انجكشن في الانتيريور سيجمنت، وكمان ممكن احقن ورا لو الريتنا اتاتش طبعا بتاكد بالسونار. تالت حاجه لو ما جابتش النتيجه ممكن اعمل فيتريكتومي عشان لو في طبعا سبب بتاع الميديا او بس مثلا لو في كاتاركت او فيتروس هيموريج واعمل معاها ليزر. طيب تالت حاجه ممكن اعمل بقى اللي هي جلوكوما فالف سيرجري، لان زي ما قلنا تراديشنال سبستيليرا تربيكوليكتومي الفيلير ريت بتاعها بيكون عالي بسبب الفيبروزس العنيف اللي موجود. طيب في حاجه ثانيه برضو الحاجه قبل الاخيره بصراحه من الريتينو بس اللي هي بسبب الفاسكولار كوزس اللي هي السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن، زي ما قلنا السنترال ريتينال ارتري الخمس طبقات الداخليه من الريتنا من اول يعني انر نيوكليو امبيدد فورم يعني يوصل يعني فايبر لاير وانترنال ليميتنج ميمبرين، ومع وبيغذي النيرف فايبر لاير دي اللي هي الفيشه اللي واخده الصوره من الفوتو ريسبتور لحد ما مودياه فين لحد الاوبتيك نيرف، كل ده بيتغذى من سنترال ريتنال ارتري. زي ما احنا شايفين هنا دي صوره سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن، لو ركزنا على الصوره اللي فوق هنلاقي الدم ماشي متقطع في البلاد فيسل، حتى بيسموها الكاتل تراك ابييرنس، كاتل تراك ابييرنس زي ما يكون تراك وفيها كاتل، والكاتل كل شويه يعمل علامه
في الارض، المنظر اسمه كاتل دارك ابيرنس. مع الوقت هيبدا يحصل نيكروزس طبقاتنا الداخليه، فلونها هيبقى ابيض شويه. والفوفيا زي ما قلنا كده كده هي اصلا بتتكون من 3 طبقات خارجيه اللي هم ريتنال بيجمنت ايبيثيليوم فوتو ريسبتور برينس وانتت اسمه الانترنال ليميتنج ميمبرين. فكده كده الفوفيا غامق شويه انا شايف من خلال الكورويد من ناحيه، وتاني حاجه هي كده الشيري ريد سبوت اكن جايب تورتايه وحاطط في قلبها في النص كريزه. طيب ايه اسباب السنترال ريتن ارتري اوكلوجن؟ برضو زي شبه الاوكلوجن اسباب اسباب او سايد زي اليومن. اسمع انسايد اليومن السرومبوزس او الامبوليزم. ايه الفرق بين السرومبوزس والامبوليزم؟ السرومبوزس ده بيتكون في نفس المكان، يعني مثلا سنترال ارتري في السرومبوزس في قلب السنترال ريتنال ارتري. اسبابه ايه؟ لو حاجه في مشكله في الول زي الاثيروسكليروزس او دايبيتس والهايبر تنشن، حاجات اللي بتزود البلاد فيسكوزيتي او سيك اوف البلاد فيسل وول في الاثيروسكليروزس او الهايبر تنشن يقول ارتري يتقفل. طيب الامبوليزم، لا ده الامبولس دي حته جايه من مكان بعيد وبدات وقفلت السنترال ريتنال ارتري. مثلا امبولس جايه من ميتيشن على بروستيتيك فالف وبدات تتحرك في الاورطه، بعد كده دخلت في الـ اوف ساتلت لحد ما وصلت السنترال ريتنال ارتري. دي اسمها امبولس. ممكن تيجي برضو كالسيفيك امبولس، مثلا زي لو في كالسيفيكيشن بالزيت على الاوبيال، او لو كوليسترول امبولس او ليبيد امبولس مثلا جايه في الناس اللي عندهم اكستنسيف تروما، حد عمل حادثه وبدا الليبيد يخش في السنتر ريتنال ارتري، بس في مكان تاني مثلا الكومون كاروتيد ارتري وبدات تروح على السنتر ريتنال ارتري. زي ذلك في الناس اللي عندهم سنتر ريتنال ارتري، اول حاجه في التريتمنت لو انا لحقته بدري خلال نص ساعه لساعه عامل تريتمنت اللي هنقول عليه الوقت. طب لو ما لحقتوش كده خلاص حصل دامج في الريتنا، فلازم احوله ريفير تو سنتر ريتنال ارتري، لانها غالبا مشكله في زي ما قلنا امبرس وبدات تقفل السنتر ريتنال ارتري. عينه بقت بيها كده بقى ممكن تروح تقفل مثلا الكورونريز، ممكن تقفل السريبرال بلاد فيسلز، يحصل هيموبليجيا، يحصل ديس، يحصل كل الحاجات دي يعني. طبعا حاجات كلها ارتريز، مشكله في الارتريز ده جاينت سيل ارترايز. احنا فاكرين في السنترال ريتنال فين كان اللي بتيجي في الفينز زي الفليبايتس زي، انما في السنترال ريتنال ارتري اوكلوجن اشهر حاجه جاينت سيل ارترايتس. ارترايتس يعني انفلاميشن في الارتيريال وول. جاينت سيل ارترايتس مشهوره قوي غالبا تيجي في الاولد ايج 75 سنه، ناس برضه سيستمك توماتوزس بيحصل عندهم برضه ارترايتس، او في حاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا انفلاميشن ان ذا ارتيريال وول، مناطق تبقى فيها افكتد ومناطق لا مناطق افكتد ومناطق لو في السنتر بتعمل سنتر. في حاجه اسمها سباستيك ديزيز، ناس اللي عندهم ميجرين اللي هو صداع نصفي دايما بيبقى بريد بالقوره، تلاقي البلاد فيسل قفل وفتح تاني، ممكن لو قفل ما يفتحش لو جت حظه ان هو البلاد فيسل يقفل ويحصل سبازم ويحصل سنتريت الارتري اوكلوجن. او في حاجه اسمها كينين بويزنينج، كينين ده كانوا بيستخدموه في علاج الملاريا، دلوقتي في ادويه احدث شويه موست سيف شويه علاج الملاريا يعني. فالكينين ده برضو من اسباب السنتريت الارتري اوكلوجن. ممكن بقى سبب بريشر فروم اوتسايد ذا وول، بصراحه هي حاجه ريل شويه بس برضو ممكن تحصل في حالات الانترا اوكيولار بريشر في الاكيوت كونجستيف جلوكوما انها تقفل يعني حاجه ريتونابيكسي زي ما ناخدها دلوقتي او ريترو بالبر هيموريج. لو واحد ياخد بنج حوالين عينه حقن البنج دي قفلت زودت ضغط العين يعني ما بتعملش هيموريج يعني، لو ما اتلحقتش ممكن تخش في سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن قفلت الارتري. طيب مشكلتها ايه؟ زي ما قلنا ان احنا طبقات الشبكيه كلها الداخليه ال5 طبقات الداخليه بتموت ويحصل فيها نيكروزس. لما يحصل نيكروزس لونها بيبقى ابيض، كلها بتبيض ما عدا المنطقه اللي في النص اللي اسمها الفوفيا هو الشيري ريد سبوت. انا واخد بقى في حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس اوف شيري ريد سبوت. ايه الامراض اللي بتعمل شيري ريد سبوت؟ اول حاجه طبعا سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن. تاني حاجه الكينين بويزنينج اللي احنا لانه بيعمل سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن من ضمن الاسباب، بس كان لوحده لانه كان مشهور شويه قبل كده. تالت حاجه في حاجه اسمها كوموشيو ريتنا،
تحكم مش روتيني او بيسموها برلينز ايديما. لو واحد خد بوكس في عينه خبطه افتر تروما كده تبدا تجمع ايديما زي ما الواحد يتخبط في ايده مثلا وايده تورم او يتخبط حوالين عينه وعينه تورم، نفس الحكايه الشبكيه بتورم تجمع هيبقى ما عدا الفوفيه لان هي 3 طبقات بس بتدي المنظر بتاع بتاع الشيري ريد سبوت. تاني حاجه في حاجه اسمها اماروتيك فاميلي ايديوسي، ده مرض بيجي في الجيوس بيهود اكتر شويه لان هم من بعض عددهم مش عددهم قليل يعني. تراكم اماروتيك فاميلي ايديوسي في مشكله في السفنجوليفيد ميتابوليزم، تبدا السفنجوليفيدز دي تبدا تكتر في الدم وتبدا تترسب في الجسم كله من ضمن الحاجات اللي بتترسب فيها الشبكيه، وتعمل برضه السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. اخر سبب لو شخص عنده ماكيولار هول، والماكيولار هول دوت كومبليكيتد بريتينال ديتاتشمنت، يعني عنده ثقب في مركز الابصار، مثلا ثقب في مركز الابصار وبدا الثقب ده يبدا الفيتروس يزحف تحتيه ويعمل ديتاتشمنت، فيبدا اصبح عندي في هنا ثقب في مركز الابصار شايف وحواليه الريتينال ديتاتشمنت اللي هي بيبقى لونها جراي شويه لان في فلويد تحتها، فيدي المنظر بتاع الشري ريد سبوت. يبقى الاسباب بتاع الديفرنشال دياجنوزس اول حاجه طبعا سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن، ثاني حاجه الكينين بويزنج لانها بتعمل سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن، ثالث حاجه الشيوريتيني او البرلينز قديمه بسبب الافتر تروما، بعد كده الامروتيك فاميلي ايديوس بسبب السفنجوليبيد ديس ميتابوليزم، واخيرا الماكولار هول ويتش از سراوندد باي ريتنال ديتاتشمنت. في ناس بقى محظوظين ممكن يحصل له سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن ومع ذلك يفضل بسبب ايه؟ بسبب ان عنده حاجه اسمها سيليو ريتينال ارتري او بيتن سيليو ريتينال ارتري، عباره عن بلاد فيسل جاي من الكرويد وبيغذي الماكيولا والاوبتيك نيرف والبابيلو ماكيولار باند. يعني تخيل المنطقه دي كلها على بعضها من اول الماكيولا والبابيلو ماكيولار باند والاوبتيك نيرف بيتغذوا بالسنتر ريتينال ارتري اللي هو الكرويد، يبقى اصبح الانر فايف لايرز اللي في المنطقه دي بيتغذوا بالسيليو ريتينال ارتري اللي جاي من الكرويد، والاوتر فايف لايرز بتاعت المنطقه دي كده كده بيتغذوا من الديفيوجن الكوريو كابيلاريز في المنطقه دي بتتغذى من الكويت، فمش هتتاثر بالسنترال ريتينال ارتري. بس الفكره ان بيكون عنده تيوبولار فيلد، ودي بتخش من ضمن الديفرنشال دايجنوزز بتاعت التيوبولار فيلد اوف فيجن. اول حاجه طبعا واشهر حاجه البرايمري اوبن انجل جلوكوما، تاني حاجه الجلوكوما عموما بس اشهر حاجه البرايمري اوبن انجل جلوكوما، تاني حاجه لو في ايه بيتنت سيلي وريتينال ارتري، تالت حاجه في مرض اسمه ريتينايتس بيجمنتوزا لانه بيأفكت في البدايه طبعا بيأفكت الريتينال بريفري والميد بريفري الاول، عمل برضه تيوبولار فيلد اوف فيجن. رابع حاجه لو احنا عملنا للشخص ده شخص مثلا دايبيتك وعملنا له دي ار بي بان ريتينال فوتو كواجيوليشن، موتنا اطراف الشبكيه فمش هيشوف الا بالمنطقه دي، دولت اربع تيوبولار فيلد. التريتمنت بتاع السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن ده ايمرجنسي، المفروض في خلال نص ساعه لساعه الا ربع يجي ينام على ظهره واعمل فيرم اوكيولار مساج، انا بضغط على عينه جامد جدا الضغطه ديت، بحاول اعمل ديسلوجمنت للامبولس السنتر ريتنال ارتري مثلا اخليها تقفل برانش تمبورال او نيزال برانش، يبقى حظه حلو ان انا زودت ضغط العين مره واحده زي ما اكون كده يعني معلش في المثال زي ما اكون بسلك بلاعه مثلا، انا بضغط على الكاوتش بتاعت البلاعه دي حاجه في البلاعه دي في الحوض نفس الحكايه، انا هضغط عينه جامد لما اضغط واسيب اضغط واسيب بوسع الارتري واقفله تاني وافتحه واقفله وافتحه واقفله، وبالتالي يخلي الامبولس تطلع تسيب السنتر ريتنال وتروح للبريفرال برانش. تاني حاجه طبعا احاول اقلل ضغط العين على قد ما اقدر، لان لما اقلل ضغط العين هبدا اعمل فازو دايليتيشن للارتري ادي يتسع شويه، ولما يتسع تبدا برضو الامبولس يحصل لها ديسلوجمنت، سواء اقلله بالميديكال تريتمنت طبعا انا هيدريز انهبيتور سيستميك وتوبيكال كمان، او ممكن اعمل باراسنتيزيس الانتيريور تشامبر باراسنتيزيس ان انا اهوي العين شويه اطلع اكواس من العين شويه وبالتالي اقلل ضغط العين، طبعا اللي بيأفكت ضغط الاكواس فانا اشيل اخلي العين سوفت خالص وبالتالي اخلي البلاد فيسلز توسع واخلي الامبولس يحصل لها ديسلوجمنت. الحاجه دي كلها ايرجنت. ده اخر حاجه طبعا اعمل فازو دايليتيشن باي نيتريتس او كاربوجين، لان احنا عارفين ان ثاني اكسيد الكربون بيعمل فازو دايليتيشن، فانا اخليه يتنفس ممكن اخليه يتنفس كيس ازود شويه، لما يزود شويه تبدا يحصل فازو دايليتيشن للارتريز اللي في راسه كلها مثلا وفي عينه بالذات، فلما يحصل كده يبدا يحصل فازو دايليتيشن وان الارتري يتفت شويه يحصل سلو للامبولس. طبعا الحاجات دي كلها تعمل في خلال 30 دقيقه للساعه الا ربع، طب لو ما لحقتش خلاص هيحصل ايريفيرزابل دامج للاسف وكده.
الشباب ده ماتت. طيب تاني حاجه بقى يتقاس على انه سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن وما يتعالج برضه، وبعد كده على الليست يهمل، يعني ممكن يكون عنده امبولس كامنه عماله تبعت شاورز الجسم كله ومات. في ناس ماتت انها ما راحتش، يعني ما راحتش بقى مع دكتور قلب عشان تشوف كاروت الارتري ممكن يكون الصوت بتاع الاكس، ان طبعا يتم عليه اجل ان احنا الاولى في الكاروت دي بدل ما تبعت امبولاي للبرين. طبعا البرانش ريتنال ارتري زيها زي السنترال ريتنال ارتري، بس مش هتقفل السنتر، هتقفل البرانش، وده شخص محظوظ شويه كله حصل فيه. ايوه كده تمام، ولا في سامعني كده؟ دكتور إيهاب سمير، سوري اقطع ولا كده احسن؟ لو ايه تمام يا دكتور احمد او دكتوره اسراء، يعني اذنكم يعني يعني اكمل ولا الصوت بيقطع عندكم؟ لا كمل كمل، صوت واضح. طبعا اخر حاجه بقى بصراحه في الباس ديز الهايبر، واهميه الهايبر تنسيف ريتينوباثي انه بيعمل سنترال ريتنال فين اوكلوجن. يبقى انا اخاف من الهايبر تنشن عشان خايف من ان يحصل سنترال ريتنال فين اوكلوجن في زياده ضغط الدم، وان الارتري والفين لهم كومن ادفنتج. ولما الضغط بيزيد ممكن اقسمها كده لجريدنج بتاعت الهايبر تنسيف شاست اتنيويشن جريد زائد فوكال اتنيويشن للبلود فيسل. طيب جنرالايز مع فوكال، مع المنطقه بعض مناطق الشبكيه يحصل فيها فوكال اتنيويشن، البلود فيسل تبدا تضيق شويه، تبقى مرسومه كده ناشفه شويه ورفيعه. طيب مع الوقت ممكن يحصل اكسيوليت وهيموريدج وايديما. بسبب ايه؟ بسبب ان التيربولنس بتاع البلود اللي ماشي في قلب ماشي في قلب البلود فيسل يبدا يوقع شويه اندوثيليال سيل، لما الاندوثيليال سيلز دي تقع يبدا يحصل الوول بتاع البلود فيسل يبقى ضعيف شويه، فيبدا يحصل ليكج. نفس الميكانيزم بتاعت الدايابيتيك ريتينوباثي. طب وقت لو شخص عنده مالجنانت هايبر تنشن ضغطه رفع مره واحده، ممكن يحصل حاجه اسمها مايكرو بتتكون في الهنلي فايبر لاير، اللايرز اللي موجوده اللي بين الماكيولا وبين الفوفيه، في البيري فوفيه والبارافوفيه والماكيولا، المنطقه دي ممكن نسميها هنلي لاير. تبدا الاديمه تتكون وتعمل حاجه اسمها ماكيولار ستار كونفيجريشن شبه النجمه كده، في مناطق فيها اديمه ومناطق ما فيهاش، مناطق فيها اديمه ومناطق ما فيهاش. المنظر ده ممكن اسمها ديسك اديمه، اديمه في اديمه في بالذات الناس اللي عندهم بري اكلامسيا، مشهوره قوي في ناس عندهم بري اكلامسيا، ضغط الدم عالي مره واحده فبدات الشبكيه كلها ترشح ميه، الميه دي بتترشح في قلب سواء في مركز الابصار وتعمل هينلي فايبر لاير اديما او ماكولار ستار، او تعمل حاجه اسمها ايوتيك ديسك اديما. طيب الحاجه اللي شبيهه الهايبر تنسيف ريتينوباثي الاثيروسكليروتيك ريتينوباثي. اللي بيحصل في الاثيروسكليروتيك ريتينوباثي ان البلاد فيسلز وبالذات طبعا الارتريولز بيحصل فيها يبدا يتاثر، يا عيني يعني بيحصل فيه فين هو اللي يتاثر. اول حاجه بتحصل حاجه اسمها سيمبل فين كونسيلمنت، يعني الارتري ماشي دايما الارتري بيكون سوبرفيشال للفين، الارتري نيتنال بلاد فيسل، يعني الارتري ماشي فوق الفين ونزل للفين شويه. وتالت حاجه الفين ادخل منه شويه، بس الفين ادخل منه وفي نفس الوقت الوول بتاعه سينر، انما الوول بتاع الارتري سكر وماسك نفسه والضغط في الارتري عالي. فلما الوول بتاع الارتري ينشف اكتر ما هو ناشف اصلا يبدا يخبي الفين تحتيه، وتحصل حاجه اسمها سامبل فين كونسيلمنت، يعني الفين يستخبى تحت الارض. طب تاني يعني الفين الارتري ماشي والفين يبدا يحصل له ديفليكشن، ينتني تحتيه، هو الفين بيحاول ياخد مساحه انه ما يتقفلش عشان ما يحصلش فين اوكلوجن. طيب تالت مرحله جريد 3 تحصل حاجه اسمها بوني ساين. اللي بيحصل البوني ساين لما الارتري يضغط على الفين اكتر واكتر والفين مش عارف يوز ستاند البريشر ده، يبدا يحصل بانكينج او بولينج للبلاد
in the veins distal to the AV crossing. يعني الدم هو ماشي في الفين كده كده رايح لناحية الاوبتيك نيرف والارتري عدوا فوقيه فالارتري مالي هتلاقي الارتري على الفين فيبدأ الدم يتجمع بريفرال لمنطقة الضغط دي. طيب مع الوقت ممكن تحصل حاجة اسمها جن ساين الدم في العين يبدا يقل بسبب الضغطه الجامده دي حوالين الضغطه يبدا في تابرنج للبلد اون بوث سايدز اوف فين اكن جايب خرطوم وضغط عليه من ناحيتين فيبدا في جزء من الفين اللي حوالين الارتري نيزل وتمبورال ما بقاش فيه دم وبعد كده الجزء الديستا فيه دم كتير والجزء البروكسيمال ما فيهوش دم خالص بيحصل حاجه اسمها جن ساين اللي هو تابرنج اوف ذا فينز ات ذا سايت اوف ذا ايفي كروسنج ايفي كروسنج. اخر حاجه جريد 4 سيلفر وايرنج الدم اللي فيه من كتر ما الوول بتاع الارتري تخين اللي ممكن تعمل الصوره اهوت. اول حاجه سمبل فين كونسيلمنت الفين مخبي على الارتري بس ايه سمبل مثل ريفليكشن للفينز at site of the AV crossing يعني الفين ماشي تحت الارتري يبدا يحصل له ديفليكشن ينتني شويه. طيب مع الوقت ممكن تحصل ممكن اسمي ديت اللي هي الساين اللي هو تابرنج اوف ذا بلاد بوث سايدز اوف ذا AV crossing اللي هو دي والايد والبلاد هنا وهنا في تابرنج لو احنا شايفين برده ممكن الجزء الديستال ده الجزء هنا مجمع ده اكتر من البروكسيمال شويه فبنسميها اللي هي البوني ساين بانكينج اوف ذا بلاد at the site of the AV crossing and gun sign deflection اللي هي tapering of the blood on both sides of AV crossing. زي ما احنا قلنا مشكله الاسفلوتوماتيك الرئيسيه لما الفين ده يدخل خالص الارت يدخل خالص خالص في الفين السيستميك طبعا. لما خلصنا الفاسكولار ريتينوباسي في حاجه اسمها ديجنريتيف ريتينوباسي هناخدها في الاخر وفي حاجه اسمها ريتينال ديتاتشمنت. ايه هو الريتينال ديتاتشمنت؟ ده الديفينيشن بتاع الريتينال ديتاتشمنت سيبريشن اوف ذا نيورو سنسوري ريتينا فروم ذا ريتينال بيجمنت ايبيثيليوم. النيورو سنسوري ريتينا هي معلش ثانيه واحده نيورو سنسوري ريتينا اللي هم التسع طبقات للريتينال بيجمنت ايبيثيليوم. صوت بيقطع عندكم تاني. طب كده سامعيني ولا لا؟ وانا كده من ساعه ما بتاع يعني المفروض تمام كده سامعيني ولا لا؟ انا مقرب من اللاب اهو. تمام يعني دي بيقطع ولا ما بيقطعش؟ هقرب كمان. كده تمام يا دكتورة إسراء عشان الصوت. برضه شرح ونشوف إن شاء الله. ماشي. الريجماتوجينس ريتينال ديتاتشمنت هو سيبريشن بتوين ذا نيورو سنسوري ريتينا and the retinal pigment epithelium. Retinal pigment epithelium زي ما قلنا بيطلع من embryonic origin مختلف عن النيورو سنسور ريتنا اللي هم التسع طبقات اللي هو فما يحصل separation between التسع طبقات التسع يحصل retinal detachment. طب انواعه ايه؟ ليجماتوجينس او ريماتوجينس تراكشنال اند اكسيوريتيف. اول حاجه الريماتوجينس او اسمه البرايمري. ليجماتوجينس يعني تير. ليجماتوجينس يعني تير في رجمه يعني في قطع في الشبكيه والقطع دوت بدا يحصل من خلاله تاني حاجه ريتنا البيترس بيبقى عامل زي الجيلي. طب ممكن البيترس دوت يدوب شويه الجيلي ده يبقى ميه شويه دي اول مرحله اللي هي الباثولوجي اللي حصل البيترس ليكويفاكشن. تاني حاجه الريتنا البريك ممكن الريتنا البريك ده بسبب خبط او سبب يحصل لوحده ان البيترس لما يحصل له ليكويفاكشن يبدا يشد الشبكيه تقطع جزء من الشبكيه وتحصل حاجه اسمها فول سيكنس ريتينال تير. طيب بعد ما يحصل فول سيكنس ريتينال تير الفيتراس يهرب تحت الشبكيه ويحصل مرحله الديتاتشمنت. ايه فاكر مايوبيا اتس ديجنريشن. الهاي مايوبيا بتكون حجم العين كبير شويه فالريتنا بتكون ممزوعه
والطبقات بتاعتها بتكون مشدوده شويه، فالشده دي تخلي المزعه بتاعت الريتنا انها بسهوله تحصل فيها التيه. او تاني حاجه اللاتس ديجنريشن برضو، ديت من ضمن الساين بتاع مشدود شويه من تحتها الكرويد، فتبدا الشبكيه باينه زي الشبك، يعني الطبقات بتاعتها بعيده عن بعض شويه، والتير يحصل ممكن دي ايدجنج. الكاتراكت بالبوستيريور كبسول، وبالذات الكاتراكت طبعا بعمل فايوليشن الفيتراس، يبدا الفيتراس يطلع قدام هو كمان يتشال، بعمل فيتريكتومي انتيريور فيتريكتومي. انا كده شديت الفيتراس لازق في الشبكيه عند الاوبتيك نيرف وعند البلاد فيسلز عند الماكيولا وعند القرص الريتا، لازق فيها جامد. وبالتالي لما اجي انا اشد الفيتراس بشد معايا الريتنا، ممكن يحصل التير، ممكن يحصل بعد كده الريتنا ديتاتشمنت. طبعا لو تروما الخبطه دي ممكن تعمل ريتنا تير. لو في فاميلي هيستوري اوف ريتنا ديتاتشمنت، في بعض ديتاتشمنتس ران ان فاميلي زي حاجه اسمها ستيكلر سندروم. انت اذا اذر اي او ترابشر البسيول كبسول، وبالتالي الفيترس طلع لقدام وبدا يشد على الريتنا ويحصل الريتنا ديتاتشمنت او ديسلوكيتد انتر اوكيولار لينس. عملت العمليه وزرعت العدسه والعدسه وقعت في قلب العين من جوه. ماشي تمام. تمام يا دكتور احمد، ممكن عند الدكتوره بس كده. تمام، مقرب من الشاشه خالص اهو. تمام هي ان شاء الله مسجله باذن الله، بس لو معايا بعد اذن عرفوا بس ان الصوت تمام، معلش يعني عشان اكمل الصوت واضح. طيب تمام الحمد لله. ماشي طيب، احنا قربنا نخلص ما تقلقوش يعني. طيب اصبح عندي قطع في الشبكيه، القطع دوت الفيترس اللي هو ليكويفايد بسبب ايا كان السبب، الفيترس ده يهرب تحت الشبكيه. طيب الصوره اهي زي ما احنا شايفين، ادي القطع في الشبكيه وادي الشبكيه بدات تفصل النيورو سنسور ريتم عن الريتم البيجمنت انسام خلال القطع دوت تحت الشبكيه. تمام طيب. التايبز اوف ريتينال بليكس بقى، القطع ده ممكن يكون على شكل هوش حالا، ممكن يكون على شكل الهوست وشبه حدوة الحصان اهو القطع شايفينه، او ممكن يكون حاجه اسمها هولز داير. ده ممكن يكون جاينت كبير واخد اكتر من ربع الريتنا، جاينت تير. لو انتم شايفين الجاينت تير له بوستيريور فلاب وله انتيريور فلاب، وما بينهم القطع اهوت والفيترس يبدا يهرب من تحته، اسمها ريتنال دياليسيس. دي اكتر هما شايفين هنا مفيش انتيريور فلاب، هو جاست المنطقه دي لو انتم يعني متخيلين دي الاورا سيراتا، يعني هنا اللي قدام دوت بقى الجزء الاورا سيراتا والسيلياري بودي، وده الشبكيه بدات تفصل منه وحصل لريتنال دياليسيس. انما جاينت ريتنال تير له بوستيريور فلاب ولو انتيريور فلاب وما بينهم، ودي الريتنال هولز بدات تحصل دوت حدوه الحصول. طيب الكلينيكال بيكتشر زي ما احنا قلنا، طبعا الريتنال اتاتشمنت ديت هي اكتر بتافكت البريفري لحد ما توصل للسنترال، وبالتالي يعني مشكلتنا اساسي فيلد ديفكت. بس الاول السيمتومز اللي بتحصل الشبكيه بتعبر عن نفسها بوظيفتها، يعني مثلا انت خدت بوكس في عينك تبدا تشوف انوار اللي هي الفوتوبسي. ليه؟ لان لما خدت البوكس عملت ستيميوليشن، يا ريتنا ما بتحس بالوجع بس هي بتحس بالنور، فلما انت لما خبطها حصل اوفر ستيميوليشن لها فحصل الفوتوبسي او اسمها الفلاشز اوف لايت. تاني حاجه ممكن تحصل حاجه اسمها فلوترز. بسبب ايه الفلوترز ديت؟ يعني ممكن يكون الماسكه بسبب ان الفيتر نفسه بقى فصل الشبكيه بدا يحصل شويه اوباسيتيز بتعوم فيه، او لو في نقطه بلاد بدات تعوم في قلب الفيترس وتخليك تشوف الفلوترز او اسمها الماسكه او اسمها الذبابه. عشان كده لما يجي اي شخص يشتكي من الذبابه يقول عندي ماسكه، ابدا افكر في تمام ابدا افكر في الايه، في الريتينال تير، اخاف من الريتينال تير. لو شخص عنده ماسكه يعني شايف ماسكه اللي هو ذباب، يقول له شايف دبانه
وان يكون في ريتنال تير كومبليكيت بريتنال اتاتشمنت. تاني حاجه لو حاجات ليت الفيجوال فيلد ديفكت ديسكرايبد از بلاك كيرتن، يقول لك انا شايف ستاره سودا بلاك كيرتن، جزء من الشبكيه اللي فصل ما بقاش يشوف، فيشوف من خلاله ايه ستاره سودا. رقم تاني حاجه دروب اوف فيجن، لو الديتاتشمنت دوت وصل لحد الماكيولا وبدا يحصل ريتينال ديتاتشمنت. طيب الساينز طبعا نشوف اول حاجه الفيجن، هلاقي دروب اوف فيجن لو الماكيولا ديتاتش ممكن توصل اب تو هاند موفمنت. تاني حاجه البيوبل تحصل اسمها هي فقدت احساسها بالضوء، لما اجي اولع كشاف في عين الشخص دوت الاقي الجزء اللي بيستجيب للضوء صغير خالص، انما لو ولعت الكشاف في الناحيه الثانيه العينين هيستجيبوا كويس لان في كروسنج ما بين العين على الاوبتيكازما، وبالتالي يحصل ريدت افرنت بيبولر دوت افرنت، يعني في مشكله في الريسبتورز اللي موجوده افرنت من اول لحد انت بتاع في بيحصل ريلاتيف افرنت بيبولاري ديفكت غير الافرنت ديفكت اللي هو الافرنت ديفكت في عين. لما ولعت نور قصاد العين ديت البيوبل كونستريكت قليل لانه فقدت احساسها بالضوء، انما لو ولعته في الناحيه الثانيه العينين هيحصل لهم كونتراكشن كويس، وبالذات العين اللي كانت تعبانه دي بسبب الكروسنج اللي عند الاوبتيك كايز. انتر اوكيلار بريشر بيكون لو بسبب حتى العين بتكون هايبوتون فيها هايبوتوني شويه بسبب ان الفيترس لما هرب تحت الشبكيه بدا يجيله ابزوربشن خلال الكورويد، فبدا حجم الفيترس اللي في قلب العين اللي هو ليكويفايد اصلا بدا يقل، وبالتالي يحصل هايبوتوني. لاتور سيجمنت اكزامينيشن ممكن اشوف في تروما، ممكن الاقي شويه بيجمنت عماله تعوم في قلب الفيترس وفي قلب الفيترس، غالبا البيجمنت دي جايه من الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم اللي هو حصل له اكسبوجر بعد حصل ريتنال تير. طبعا الفندس اشوف الريتنا الكوريوجيتد سيرفيس بتاع الريتنا يكون كونفكس كونفيجوريشن، واشوف التير كمان. التريتمنت طبعا بتاعها لو هي في مرحله التير بس راح كده الدكتور فحصه كويس وشاف قاع العين لقى في ريتنا التير، هيبدا يعمل حاجه اسمها ليزر ريتنوبيكسي سيلينج للبريك باي اربون ليزر، هقفله بالليزر بس وخلاص، وانا كده جنبت العيان عمليه. انا جبت ليزر دبست الشبكيه حوالين القطعه، متخيلين الشكل اهو، دبست الشبكيه بالارجون ليزر فوتوكواجوليشن لزقتها مكانها، وبالتالي حتى لو في فيترس هيهرب من هنا هيبدا يلاقي الحيطه دي قصاده، مش هيعرف يعدي، مش هيعرف يفصل الشبكيه. طيب هو ايه للاسف حصل بقى مرحله الريتنا ديتاتشمنت، هبدا اعمل في حاجه سكليرال باكلينج. السكليرال باكل سيرجري، انا لو انتم متخيلين ان الشبكيه دخلت لجوه بعدت عن الكرويد اند سكليرا، هبدا زي العين بره اقرب السكليرا اند كرويد تو ذا ريتنا، بفتح فتحه في الكرويد عشان اعمل درينج للريتنا الفلويد اللي موجود، وابدا اكوي المنطقه بتاعه البريك بحاجه اسمها كرايو، يعني كرايو. يبقى انا كده كويت البريك، عملت سيلينج للبريك، وعملت درينج للسب ريتنال فلويد، وعملت حزام حوالين الشبكيه، حتى بيسموها ديس تكنيك اللي هو الدرينج للسب ريتنال فلويد، وبعد كده كرايو سيرابي، بعد كده احط الاكسبلانت اللي هو السيليكون حزام حوالين الشبكيه داين ريداير 360 درجه، اقرب السكليرا تو ذا ريتنا. طيب تاني حاجه، تاني عمليه في لافيتريكتومي، هي تخش في قلب العين من جوه، ادي انفيوجن يدخل ميه في العين، وادي اللايت، وادي ال بتدخل ميه، ثلاث اخرام كده قلب العين، باكل الفيتراس اللي في قلب العين دوت، وبسحب السب ريتنال فلويد اللي موجود في العين من جوه، انا كده من جوه راس ابدا بالليزر، وبعد كده لازم احط تامبونيد، يعني بحط حاجه مكان الفيترس اللي انا اكلته، الشبكيه تفضل في مكانها، فبحرق السيليكون ده الفيترس سبستيتيوت دوت بديل للفيترس. تمام كده ولا في مشاكل لحد دلوقتي؟ تمام. طيب المشكله او الانجل ويعمل حاجه اسمها بيوبيلري بلوب جلوكوما، او ممكن يحصل له ايمالسيفيكيشن ويبدا يعوم في قلب العين من جوه، بيعمل حاجه اسمها انفيرتد هايبوبيا.
في حالات الامالسيفيكيشن او الانفيرتد هايبوبيوم بعمل حاجه اسمها ريفرال ايريدوتومي في بي اي عشان افتح فتحه في، وبالتالي كوز السيليكون بيبدا يعوم فوق الميه، السيليكون يطلع فوق حتى لو هو ايمالسيفايد، يبقى انا كده وهو قافل اليوم اللي ابدا افتح فتحه الاكواس يعدي تحت. عمليه اسمها نيوماتيك ريتينوبلاستي، اقوم حاقن غاز في قلب العين، لما احقن الغاز دوت الغاز دوت اكسباند اكسباند سايت بيحصل له اكسبانشن مع الوقت. لما لو انتم في قلب العين الجزء اللي فيه ديتاتشمنت، الغاز هيعوم فوق الفيتراس ويبدا يرجع ديتاتشمنت دوت مكانه ويعمل شيفت للساب ريتنال فلويد انه يدخله من تاني فين؟ يدخله في قلب الفيتراس كافيتي من هنا، ويبدا يخلي الشبكيه ترجع تلزق مكانه. الغاز ده اكسبان سايد ممكن يقعد في العين حوالي اسبوعين، ممكن 3 اسابيع كمان، نشوف حجمه عامل ازاي وحجمه بقى عامل ازاي. العين مثلا حجمه يكبر انه بيتمدد يبدا يملى جزء من الفيتراس كافيتي ويرجع الشبكيه مكانها. تمام كده؟ تمام. اخر حاجه بقى الفرق ما بين الاكسيوليتيف اند دي، في حاجه اسمها اكسيوليتيف وحاجه اسمها تراكشن. زي ما احنا اخذنا اسباب التراكشنال ديتاتشمنت، اي حاجه بتعمل مشكله في النيو فيسلز التيشو اللي بيتكون موجود تحصل زي البروليفريشن، حتى الماتيوريتي دي شويه اسباب بتعمل او اورجنايز فيتراس هيموريج او ممبرين، حاجه اسمها سايكل انفلاميشن في قلب الشبكيه من جوه، تبدا الممبرين دي تتكون حوالين الريتنا وتشد فيها لحد لما ممكن تقطعها، وتعمل حاجه اسمها تراكشنال ريتنا ديتاتشمنت. تخيل انا بشد الشبكيه من جوه بممبرين. في حاجه ثانيه اسمها اكسوليتيف ديتاتشمنت، الشبكيه نفسها بتتزق بمشكله في هايبرتنشن والبريجننسي، بزود الضغط في قلب الكرويد، فالضغط دوت يبدا ينشع فلويد، يحصل افيوجن للفلويد بين الكرويد لحد ما يوصل الريتنا ويخلي الريتنا تتملي ميه، او في حالات الكرويد شبكيه الكرويد يحصل فيه انفلاميشن يبدا يرمي فلويد في الشبكيه، تبدا الشبكيه تفصل. طيب منظرها دوت اللي على الشمال دوت اللي هي التراكشن عمال يشد على الشبكيه، ودي الاكسيوريتيف الفلويد اللي عمال يزق في قلب الشبكيه من جوه. لو انتم متخيلين هنا في السيرفس بتاع الريتنا بيكون سموث مش كوريوليت، السيرفس بتاع الشبكيه بيكون تمام كده بسبب الايه التراكشن، انا شادد من جوه انما دي انا زائق من بره. كلتا الحالتين المرض مش في الشبكيه، مش في الشبكيه، هنا قدام الشبكيه وهنا في الممبرينز اللي قدام الشبكيه وهنا ورا. طبعا عالج الكلينيكال بيكتشر الاول، مفيش لا فوتوبتيا ولا فلوترز لان مفيش بريك، حالتين مفيش فيهم بريك، حالتين يا اما بيشد في الشبكيه من جوه في الحالات التراكشنال او اللي هو في حالات الاكسلريتيف مفيش بريك. شكل الشبكيه سطح الشبكيه بيكون كونكيف في حالات التراكشنال ديتاتشمنت، انما في الاكسلريتيف ديتاتشمنت بيكون كونفكس وذ سموث سيرفيس، الحالتين مفيش فيهم بريكس، مفيش فيهم فوتوبسيا ولا فلوترز. الريتنال ديتاتشمنت في حالات الاكسيوتيف بيكون شالو شويه، انما في حالات الاكسيوتيف ديتاتشمنت بيكون كونفكس سيرفيس. تمام. عالج ازاي التراكشنال ريتنال ديتاتشمنت؟ اعمل باز بلانر فيتريكتومي، انا اشيل انما في حالات الاكسيوتيف اجست عليه سبب سواء هايبرتنشن او لو البريجننسي حصل معاها الاكرام سيارات الدم عالي خالص، او لو واحد عنده كرويدال الميلانوما اعالجها، يبقى انا في حالات الاكسيرف دي عالج. احنا كده قربنا نخلص، عرفوني بس ان الصوت تمام بعد اذنكم. اخر حاجه اللي هي ديجنريتيف ديزيز، في حاجه اسمها نايتس بيجمنتوزا، يعني من اسمه كده يعني في بيجمنت بدا تترسب في قلب الشبكيه. هسألكم معلش، احنا يعني قربنا نخلص بإذن الله.
ماشي تمام. بالنسبه للريتينايتس بيجمنتوزا عباره عن ايه؟ عباره عن دي جينيتيف ديزيز، مش افكت انهي فوتو ريسبتورز اكتر حاجه بيعمل لها افكشن الرودز، زي ما احنا خدنا من شويه الرودز موجوده اكتر في الريتينال بريفري مش في الريتينال سنتر، وبالتالي المرض ده بيجي في الريتينال بريفري، بيأفكت الرودز الموجوده في الريتينال بريفري، الرودز دي تبدا تموت وتعمل حاجه اسمها بونس بيكيوز، او البيجمنتيشن اللي موجوده في اطراف الشبكيه اسمها ايه؟ بونس بيكيوز. مع الوقت يبدا يأفكت الماكيولا ويحصل حاجه برضو افكشن للماكيولا، زي ما ناخد حاله. طب الايتيولوجي بتاعه هو انهيرتد، يعني اكتر سبب ليه موست كومن اوتوزومال دوميننت، والموست سيفير ذا اكس لينكد ريسيسيف. طب ممكن يجي برضو اوتوزومال ريسيسيف او سبورادي، بس هو الاساسي اوتوزومال دوميننت، يعني افكت الاثنين اليلز بتاعت الجين. لو جه اكس لينكد ريسيسيف بيكون سيفير ويبدا بدري شويه، لو هو اوتوزومال دوميننت يبدا متاخر شويه، الثلاينات كده نظره يتاثر قوي، يعني افكت ريسيسيف سيمبتومز قلنا هو يأفكت الرودز، الرودز دي مسؤولة عن النايت فيجن، لما النايت فيجن يبوظ يحصل حاجة اسمها نايت بلايندنس. طيب مع الوقت يحصل بروجريسيف كونتراكشن زي ما قلنا اسمها تيوبيولار فيلد اوف فيجن. طيب مع الوقت لما الرودز بقى خلاص هيبدأ يأثر بقى كونز ويعمل ديفكتيف سنترال فيجن، ممكن يعمل سنترال فيجن افكشن، يبقى هو الأساسي بيأفكت البريفرال فيجن لأنه بيعمل نكتالوبيا لأنه بيأفكت الرودز. طب مع الوقت بيحصل كونتراكشن للفيجوال فيلد، مع الوقت افكت السنترال فيلد اوف فيجن ويعمل اب تو بلايندنس كمان. طب مشكلته كمان اصلا ان هو بيأثر كمان على زي ما نشوف هو الترايات بيعمل ترايات، اول حاجه ارتيريولار ناروينج، تبدا الارتريز يحصل لها ناروينج، مع الوقت تبدا تحصل البونس بيكيولز او البيجمنتس اللي بتبقى موجوده في اطراف الشبكيه عند الميد بريفري، فورورد باي بريفرال ريتنا فورورد باي سنترال ريتنا، يعني البيجمنتس بريفري فوق الاركيدز على طول، بعد كده توصل لحد بعد توصل للناكيولا. ثالث حاجه بتحصل حاجه اسمها واكسي تيل اوبتيك ديسك، الاوبتيك ديسك بعد ما يحصل اتينويشن لما تبدا بيكيوز تبدا تفز في قلب العين، تبدا او كان واكسي تيل اوبتيك اتروفي لون الشمع كده زي المنظر اهو، اتينويت الارتيز شكل الارتيز البلاد فيسلز بتكون اتينويتد رفيعه قوي، وتبدا يحصل البونس بيكيول فورميشن اللي هو البيجمنتيشن الموجوده في الميد بريف ده توصل للماكيولا اهو. ثالث حاجه واكسي بيل اوبتيك ديسك، الديسك لونه ابيض لونش كده، دوت الترايات بتاع ريتنايتس بيجمنتوز. طيب زي ما قلنا برده مشكلته ممكن يعمل السيمتومز بتاعته، بقى المريض بيشتكي اول حاجه يقول لك ما بقتش اشوف بريف، او يعني يقول لك الفيلد بتاعه بدا يقل شويه، مع انه ممكن يكون شايف السنترال فيجن كويس، بس بدا الفيجن الفيلد اوف فيجن تقل شويه، وفي نفس الوقت نايت فيجن ما بيشوفش كويس بسبب ان الرودز بتاعته انضربت. ثالث حاجه الشخص ده ممكن يجي له كاتاركت، بص له سب كابسولار كاتاركت او ماكيولار ايديم، افتكروا الحتتين دي ممكن يجي له كومبليكيتد. تمام. طيب اللي انا طبعا يعني بعمله فيجوال فيلد، الاقي عنده رينج سكوتوما او انيولار سكوتوما لو فاكرينها، شبه بتاعه الاوبن انجل جلوكوما، البرايمري اوبن انجل جلوكوما، لاقي عنده في موجوده في الميد بريفري، وبالتالي المنطقه دي ما بقتش تستقبل الضوء، ما بقاش يشوف من خلالها، فبدا يشوف بس بالماكيولا والبابيلو ماكيولا، ايه انيولار عملوا الكتروفيسيولوجيكال ستاديز لو انتم فاكرين، اللي هي الاي ار جي او جي، الاي او جي مش لاقي فيها مشكله، بس هي مشكله في الاي ار جي، الاي او جي دايما بتشوف الريتنال بيجمنت ايبيثيليا، ما احنا جاش ناحيه الريتنال بيجمنت ايبيثيليا، مشكلة كلها في الانر ريتنال لايرز، من اول الريتنال ذات الريتنال ريسبتورز بدات تفرز السموم لما بتموت وتتاثر على بقيه خلايا الشبكيه، فبالتالي الاي ار جي بتاعه بيكون افكتد شويه، بالذات الريسبونس بتاعت الرودز، فبالتالي بيكون عنده نقص السكوتوبيك ريسبونس، في حاجه اسمها فوتوبيك، حاجه اسمها سكوتوبيك ريسبونس، السكوتوبيك ريسبونس اللي هي الاستجابه مع الضوء الخافت اللي هي بتعمل ستيميوليشن للرودز. طب الفوتوبيك ريسبونس دي بتعمل لما بعمل ستيميوليشن بالذات للكونز مع الضوء القوي مع النور مع الالوان، وبالتالي الكونز بتعمل حاجه اسمها فوتوبيك ريسبونس. وبالتالي لما اجي اعمل جي الكترونوجرافي الشخص ده اجي اصور وظيفه الرودز والكونز اللي هيتاثر الاول
نقص ميسكوتوبيك ريسبونس. طيب مع الوقت هيبدا بقى كمان الفوتوبيك هي كمان بسبب الكونز لما تضرب بيحصل نقص ستيج سكور، هيتاثر الفوتوبيك مع الاسكوتوبيك لما يحصل اوبتيك اتروفي الوش المنطقه الاي ار جي بتاعه كله هيبقى افكتد جدا 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 بسبب ان الاوبتيك نيرف بتاعه كان بدا يموت. في حاجه مهمه اسمها الاوبتر اسوشيشنز بتاع الريتينايتس بيجمنتوزا، دايما بيجي مع الاتيرو سيجمنت، ممكن يجي معاه كومبليكيتد تراكت او التوكسنز اللي موجوده في قلب العين من جوه لما الفوتو ريسبتورز تموت، وممكن برضو يحصل معاه اسوشيشن كيراتوكونس اند برايمري اوبن انجل جلوكوما وذ نو اوبفيوس ايتيولوجي، مفيش سبب كده. بعض الناس اللي عندهم ريتينايتس بيجمنتوزا يكون معاهم برايمري اوبن انجل جلوكوما وبعض كيراتو بدون سبب، ممكن سبب الشخص ما يكونش شايف قوي فبيدعك في عينه، بيعمل كونتينوس رابنج في عينه يبدا يعني لما يدعك في عينه يضعف شويه ويحصل الكيراتوكونس دي. حتى احنا فاكرين في السبرين كتار ممكن يحصل معاه اسوشيشن مع الكيراتوكونس لنفس السبب. تاني حاجه في حاله البرايمري اوبن انجل جلوكوما ممكن برضه سبب الاتينويشن بتاع البلاد فيسلز والسام سورت اوف اسكيميا، يبدا النيرف فايبر ليرز بتاعته تبدا تموت وتحصل يعني شبه البرايمري اوبن انجل جلوكوما. يعني البوستيريور سيجمنت اسوشيشن، يعني برضه بعض الناس بيكون عندهم اسوشيشن مع هاي مايوبيا وبرضه مفيش سبب مشهور قوي. طب تاني حاجه الكونسيكوتيف اوبتيك اتروفي بسبب التوكسينز اللي بتطلع من الفوتو ريسبتورز اللي بتتكون اللي بتموت بالذات الروز لما بتموت في التوكسينز تروح على الاوبتيك نيرف وتموت وتعمل واكسي بيه الاوبتيك اتروفي، اند هذا ما يسمى بالكونسيكوتيف اوبتيك اتروفي. برضه ممكن التوكسينز دي تعمل ماكيولار ايديما، ماكيولار شوفنا كده رئيسيا هنلاقي بالذات الكومبليكيشن تكون افكت الفيجن في العيان ده وممكن اعالجه، والمايكولار اديما ممكن افكت الفيجن في العيان ده واعالجه. طب الاوبتيك اتروفي مش هقدر اعالجه، الاوبن انجل ممكن اديله اطارات لضغط العين بس الكيراتوكونس هعالجها على حسب، والهاي مايوبيا لبسه نظاره. طب المانجمنت بقى بتاع الريتينايتس بيجمنتوزا، هو الشخص كده كده عنده مشكله في البريفرال فيلد اوف فيجن، فببدا البسه حاجه اسمها ال بي اي او اسمها لو في عيد كده الصوت رجع، عيد اخر سلايدين ماشي. احنا طب وقفنا عند اخر حاجه ايه؟ معلش اخر حاجه ايه يعني اخر حاجه وقفنا عندها ايه؟ العلاج بتاع الريتينايتس بيجمنتوزا مظبوط، المانجمنت بتاع الريتينايتس بيجمنتوزا صح كده؟ تمام. طيب ماشي المانجمنت بتاع الريتينايتس، احنا اخدنا الاسوشيشن زي ما احنا قلنا الايكو فيسيولوجي، بعد كده الاوكيولار اسوشيشن زي ما قلنا.